أمري ما عليك يا فندم. حاضر يا فندم، مع السلامة. ها زكريا، أخبرنا إيه؟ أنا جاي أعرض على سيادتك نتيجة التحقيق. وصلتوا لإيه؟ زي ما توقعت، تبع خلية مدينة نصر. هيحاولوا يفجروا أماكن حيوية في مصر الجديدة ومدينة نصر عشان يخوفوا الناس تنزل. وأنتوا ساكتين ليه؟ حددتوا أماكنهم؟ في أسماء حددنا أماكنهم يا فندم وتحت المتابعة، وفي واحد بندور عليه. يا فندم ما عليك، عارف انه صعب جدا نقبض على اي حد منهم دلوقتي، وفي نفس الوقت مش هينفع نسكت. يا زكريا، المسافه بين الاتحاديه ورابعه شارع واحد، لو حصل حاجه مش هنعرف نلمها، واحنا مش هنسمح باي حاجه تحصل النهارده، مفهوم؟ ما عليك، شايف ايه اللي هيحصل النهارده؟ انا شايف اللي الناس عاوزاه يحصل مهما يكون. روح انت دلوقتي واديني خبر كده باللي هتوصل له اول باول. أوامر معليك. على إذن سيادتك. تفضل. يوسف، أنت متأكد العربية تشتغل بعد اللي أنت بتعمله ده؟ يمكن. يمكن؟ ما تقلقش. أما قلقش إزاي وإحنا في الطل كده؟ أصل أنا عارف المكان هنا كويس، اتضرب عليا نار هنا قبل كده. فاكرني بهزر صح؟ أكيد بتهزر طبعا. طب والله العظيم بتكلم جد. فاكر الطلعة اللي قلت لك عليها اللي هي دي؟ كانت هنا؟ كانت هنا. كان معايا واحد صاحبي ظابط الله يرحمه، كان بيشرب زيك كده. وطبعا العربية قتلت بيكوا في نفس النقطة. لا مش للدرجة دي، اتضرب عليا نار والنار هي اللي وقفتنا، كانوا لابسين ميري كلهم. وأنت ما كنتش لابس زيهم ليه؟ والله انا كنت لابس تيشيرت عادي، بس انت عارف بقى الطلقه، عارفه صاحبها كويس. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. التيشيرت ده عندي لحد دلوقتي في البيت بدمه. بكره لما تتجوز اول حاجه مراتك هتعملها ترميه من الشباك. اسال مجره. بتعرف عني كده؟ العفو، دور كده على بركه الله. طب يلا بقى عشان ما تاخدش طلع الناحية التانية. يلا بسرعة يا يوسف، عايزين نلحق نرفع المكان بالنهار. العيال دي تم نجيبها بالليل. حي الله برجال. حي الله نباك. معلش تأخرنا عليك شوية. ولا يهمك. اسمك كريم ايه؟ سليمان. عشت الأسامي سليمان. أقول لك، الراجل الدليل اللي قبلك كان راجل سامح ما يتخيرش عنك. عشت. خلي بالك، أنا عارف المكان هنا كويس أوي. بينا نعجل. لما نخلص بقى يا باشا هعزمك على مقلوبة. هتاكل صوابعك وراها، ده لو أنت أصلاً عارف إيه المقلوبة. من هنا معلش، ينفع اقعد مع صاحبي؟ صاحبي مش حاجه هنا اسمها صاحبي، كل بلد تقعد في الخيمه بتاعتها. اسكندريه وراه. طب روح انت دلوقتي. الله اكبر عليك يا اخ يونس. يونس شيخ يونس عبد الرحيم، انا من كفر صقر. اهلا بيك. تدرس ايه بقى يا اخ يونس؟ انا ثانيه هندسه. يعني هندسه ما شاء الله ما شاء الله. طب ده انت دراستك صعبه قوي يعني، وجاي هنا يعني نقعد في البيت ونسيب العلمانيين يحكموا لنا؟ ربنا يبارك فيك يا رب. اخوك الشيخ حمام عطيه. اهلا بيك يا شيخ. اهلا وسهلا. تعال تعال تعال. ان شاء الله بعد الاعتصام هيبقى لكم شأن كبير في الاعلام والميديا، هتبقوا نجوم. يلا انا عايزكم تعملوا لقاءات مع كل الناس، وانا اروح اعمل لقاءات مع قاده الاعتصام. يلا توكلوا على الله.
وانت بتصور تبع مين يالا؟ صحفي حر. حر؟ الواد ده ترموه جوه، محد يشوف الكاميرا دي عليا بسرعه، وبعدين اتصرف معاه. يلا. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ انت فاكر نفسك مين؟ انا الرائد محمد البكاتوشي. عرفتني بقى ولا لسه؟ قلت ترميه جوه، تقف تتفرج عليا. انت فين يا جاد؟ انا وصلت قدام العماره. اتاكدت ان هي؟ اه اتاكدت ان هي. انت فين؟ قلت له يا احمد انت مش عارفين نتحرك. طب انا هتصرف. طلع الفيستات من العربيه. صلاح السلام عليكم يا باشا. علل الاسانسير صلاح وراه وحيد. انا جاي من طرف معتصم عشان اخد بقيه الحاجه. معتصم ما كلمنيش ليه؟ تليفونه مقفول وقال لي لو حصل حاجه اجي على طول. اوضه على اليمين. العناصر بتهرب. استأذنك اتعامل معاهم دلوقتي. سارق. ايش سارق من انت؟ سارق من عندي ولا؟ والله ما سارق. تسأل هو الحرامي سارق من عندي عنزة. عنزة يا هامل. الودي لابوه، انا بعرف ابوه. بتعرف ابوه؟ ايوه يا رجل. انا كمان بعرف ابوه، بروح لابوه، خير يقعد لي في الحج. نروح لابوه يقعدوا للحج. لا 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 بروح لحالي. كتر خير. عنزة يا هامل. يا عم رفاعي، انا قلت الحق كده قبل ما تصلي الفجر تدعي لنا دعوتين حلوين من اللي ما بتردوش دول. يا عم عارف يا عم انك كده كده فكر لي بالدعاء. بتلكك يا عم، عايز اسمع صوتك. طب بقول لك ايه، عايزيني في شغل دلوقتي. سلام سلام.
هي ليلى ابتدت بدري ولا ايه؟ شكلها كده. سواتر، كل واحد على الساتر بتاعه بسرعة، أسرع رجالة. أول يلا استهدى بالله، قول لي اسم الراجل اللي انت بتجيب منه العبوات. اسمه الشيخ حسن، كنت بقابله في معمل تجميع عبوات في كريمات. كنت ناوي تعملوا ايه بالعبوات دي؟ ما اعرفش، انا كل اللي سمعته ان مفيش رئيس تاني هيحكم مصر، ده اللي هيعملوه. اعمل الناحيه التانيه يا ابو جبل. انا مش شايف حاجه، مش شايف الهليتر العمياني. الاهالي الناحيه التانيه. انا هتصرف ورايا ابو جبل. الناس دي عايز تولع في البلد. في دورية من 103 اتحركت اتجاه الكمين اللي بتضرب. ده ما وصل فين يا رجالة؟ يا فندم انا 20 دقيقة بالظبط. اثبت يا بطل، اثبت، جاي لك يا فتح من الطريق، اثبت. انا احمد منسي معاك، احنا في الطريق، احمد منسي احنا في الطريق. محتاجين دعم بسرعة. في رجالة ماتت والباقي في السيف. بسرعة. وجهها على مركز وطفيح دلوقتي هي وعربية العمليات. ارجع ارجع. ازرق مكانك. دخل المكان واعمل كردون واستعجل المفرقات. تمام. تفضل تمطر هاول لحد الصبح ولا ايه؟ العربيات اللي قدامنا دي في ضرب تاني جاي من وراها. ضرب جاي من وسط البيوت. مش هينفع نرد بعيار تقيل عشان الاهالي. بقول لك ايه؟ خلف من وراها. خالد، هاني،
قالوا لي عند المدرسه. انت تعمل ايه؟ صد انت المجموعه اللي في الوش وانا هتحرك بالفهد من ظهر القطار. سيبني تخلع يا يوسف، شكلك هتاخد الفهد وترجع على مصر. لا النهارده الجو حر، بفكر اطلع شرم. بلاش فتحة صدر يا يوسف، غطي يا ابو جمال. اسرع يا رجالة اسرع، اركب بسرعة. سعيد الأبراج دي بتغذي المحكمة الدستورية العليا، عايزين يبوظوا حلف اليمين. بلغ القطاع الدعمية على الأوتوستراد. يلا جاد. في موتوسيكل تامين قاطع الطريق عند الساعة 2. مش عارف انزل. انزل نازل عندكم هنا بقى. لا تقلق. ماشي. ده رقم واحد، الله ينصركم. اجري في عربية ورث البيوت، هحاول اصطاد الواد اللي فوقيها.
النبي الله يرحمه. بلغ رمز دلوقتي على الشبكات على المنطقه في محطه بنزين وحضانه اطفال، سيطر على المحطه وخرج الولد من الحضانه واخرج 500 متر. لا مش الضرب جاي من تلاوى القطاع. والله الطواغيت ما هم خايفين على اهالي. سرعة البس بدلتك يا سيد. مفيش وقت يا باشا، خليها على الله. لو ما بطلهاش مش هروح لوحدي. بعد اذنك يا فندم خليك في منطقه امان. انا معاك. بعد اذنك يا فندم عشان اعرف اشتغل. بعد اذنك. اتحرك بالفتح. اتحرك.
شهادة ولا إيه؟ شكلها كده. بس انا خدنا الاتنين تلاتة معنا. كانوا ما تجيش وراي. عشان تاكلنا اكلك اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده انت اتنقلت القاهره خلاص ومالكش حجه. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ ده انا نفسي لسه عارف امبارح. هو انا شغال بجي؟ هو المايك فين؟ انت زرعه فين يا باشا؟ بذمتك عمرنا جاوبنا على الاسئله دي؟ بصراحه لا. انا لازم اقوم عندي شغل في القطاع. هضرب لك طلقتين يا يوسف وانا خارج قصاد عليا. صيدتك اكتر من الاول. ابوس ايدك، كفايه طلق وتصيد، البت بتروح مني بسببك. بتتكلم بجد؟ ده انا جاي اجامل براحتك. هو انت قاعد في بيتكو؟ مالكش دعوه انت يا جوده، ما تدخلش نفسك. لا ما انت مش هتمشينا على مزاجك. لا ما قلت لك اخي الموضوع ده بيعصبني. برضه مش من حقك. صلوا على النبي يا جدعان، في ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام. يا جوده في ايه؟ صوتك جايب لحد اخر المعسكر ليه؟ يا باشا مسح الريسيفر. مسح الريسيفر؟ مسحت الريسيفر ليه يا حلفي؟ يا باشا كل ما ادخل عليهم الاقيهم مشغلين ماتشات واغاني، وانا حذرتهم قبل كده كذا مره من الموضوع ده، عملوا نفسهم مش سامعين. تقوم مسح لهم الريسيفر؟ امال لو كانوا قالوا لا كنت عملت ايه؟ كنت كسرت التلفزيون ده خالص. كسرت ايه يا ابني؟ انت جايبه من بيتكو؟ لا بس انا ما بيعجبنيش اللي بيتقدم عليه. ما عشان كده اخترعوا له الريموت. خلاص خلاص بس يا جماعه، دي طريقه برضو نقابل بيها الباشا. اتفضل اتفضل معايا يا يوسف باشا اتفضل. بس انت ما قلتليش يا باشا انت منقول منين؟ خلاص يا جودة ولا تزعل نفسك، ليك عليا يا سيدي ارجع لك كل القنوات اللي اتمسحت وزياده كمان. هو الواد ده مجنون ولا ايه؟ ده شكله مستوي على الاخر. هدي نفسك بس يا يوسف بيه، اقعد كده وارتاح. ده الواد ده غلبان جدا، ده طفل صغير وقلبه ابيض، انت بكره لما تعرفه هتحبه قوي كمان. وبعدين انت ما شاء الله عليك يعني شكلك تعرف ربنا، اكيد يعني فاهم الراجل يقصد ايه. هو كل اللي يقصده ان هو ما بيحبش التلفزيون والحاجات اللي بتتعرض عليه. حقه مش عاجبه التلفزيون، حقه ما يتفرجش عليه، بس ما يفرضش علينا رايه. انت عندك راي، حقك تقوله وانا اسمع. عجبني عجبني، ما عجبنيش ما تفرضوش عليا، لان الناس مبلطجه. بلطجه ايه يا يوسف بيه؟ انت كبرت الموضوع قوي، الموضوع ابسط من كده. لا دي اسمها بلطجه يعني؟ ربنا يكرمنا بنعمه الاختيار ويجي حنفي يلغيه؟ ما ترد. عندك حق، خلاص انا هتكلم معاه واجيبه يعتذر لك. انا هسيبك ترتاح شويه كده وتهدى ونتقابل بعدين. سلام. معسكر جهادي مفتوح يا زكريا،
مستغرب ليه ان يبقى في خطط عسكريه عاملينها في حاله الفض. يا فندم المعلومات اللي وصلتنا عن كميه السلاح اللي مخبيينه جوه هتخلي كل يوم نتاخر فيه عن الفض خطر، زائد ان جوه في ناس عاديه لا ليها لا في الطور ولا في الطحين بس مغيبه، ما يعرفوش اللي فوق بيفكروا في ايه. المهم انا مش عايز ازعج سيادتك، انا هنزل اشوف الناس اللي احنا مسكناهم دول مين وراهم. لا لا احنا كده خلاص في المداخل هنا. طب ايه نطلع المستشفى؟ الشنطة دي فيها 200,000، عايزين نوزعهم على الإخوة في الاعتصام. سيبهم لي هوزعهم أنا بطريقتي. تدريبات الإخوة ماشية كويس؟ كله تمام، ما تقلقش يا دكتور. بلغني إنك بتشكك في ما عقدنا عليه العزم. لا عز الله، أنا مش قصدي أشكك يا دكتور. أنا عارف إن الجهاد المسلح هو اللي هيعرف أعوال الإنقلاب نتيجة عمايلهم. كل اللي أقصده يعني إن المواضيع تبقى مدروسة ومترتبة عشان نضمن أعظم النتائج. يبقى توكلنا على الله. الدكتور ياسر هو اللي هيبقى يقول لك كل الأوامر، وعايزك تبدأ الحشد بكامل طاقتك. لازم يكون عندنا جيش في أقرب وقت. أكيد أكيد يا دكتور، بس طبعا أنت عارف ده هيحتاج فلوس أكتر. دي آخر حاجة تشيل همها. التحويلات مستمرة والميزانية مفتوحة، وكل اللي عايزينه هيبعته لنا. المهم يبقى عندنا جيش متسلح وجاهز. ولو الدكتور مرسي مرجعش، مش بس أعوان الانقلابه بل هيدفعوا الثمن. لا، البلد كلها من كبيرها لصغيرها هيدفعوا تمن اللي حصل. ان شاء الله ان شاء الله خير. استاذنك يا دكتور. اتفضل. ايه اللي بيحصل جوه يا شيخ؟ مسكوا ظابط. حسب الله ما فيك. متاكد ان هو ظابط؟ وقف. مش هننسى كده لما ناخده. بس افتكرتني انت. انا افتكرت انت. امال مين ده؟ ظابط. بس مش هنخرج غير بيه. متأكد انه ظابط؟ الشباب شكوا فيه، ولما زعقوا له قال لهم انا ظابط مهدد. يبقى لازم يكون عبره لكل ظباط الشرطه عشان محدش يتجرأ ويدخل هنا تاني. هروح انا اخلص الموضوع. لا استنى، انا جاي معاك. انا اكتر واحد يعرفهم كويس واعرف اتعامل معاهم. فين انت بس حد يصور. يلا. انتوا عايزين مننا يا اخي؟ حرام عليكم، الراجل ده لازم يتعدم العافيه. والله ده قتله حلال. مش هتوصل لقتل. احنا ناخده نصوره فيديو يقول دخل الاعتصام يعمل ايه. تعالى. رايحين على فين؟ هنصوره فيديو يقول دخل الاعتصام يعمل ايه. لما اعمل تحيه معاه الاول. انت يالا دخل الاعتصام تعمل ايه ومين اللي بعتك؟ انت. انا رايي بلاش ضرب وننضف الدم بدل ما الناس تعاطف معاه. انت مين بقى ان شاء الله؟ اسكوا. اتنين ظباط في منطقه المنوفيه ومعاهم سلاح وخاربين الدنيا. اتنين ظباط في منطقه المنوفيه مسكناهم معاهم سلاح وخاربين الدنيا. محتاجينك هناك. خليك انت هنا عبال ما اشوف التانيين دول. ماشي. وانت تعالى معايا. وانت يا اخواننا يلا كل واحد على حاله. كل واحد يروح مكانه. احنا هنكمل احنا الموضوع. امشي امشي. وانت يا شيخنا اتفضل دلوقتي احنا نكمل معاك. حاضر. يلا بسرعه قبل ما يجي. انا هاجي معاك. يلا. تحب اساعدك يا استاذ؟ تسلم يا استاذ، خليك مطرحك. وانت هترجع تقول لهم ايه؟ ما تقلقوش، هو واثق فيا، هقول له اي حاجه هتصرف. هما مين الاثنين اللي اتمسكوا دول؟ دول عيالين مسلحين تبع محمد كمال. عرفت موضوعهم كده من يومين، على بال ما يبان ان هما مش ظباط ويبان لهم صاحب يكون عدى يومين. جدع سامي، اشوفك على خير. الاجتماع ده مهم جدا. احنا هنفض كمان ساعتين ان شاء الله. هنفض فض سلمي. مفيش أي استخدام للقوة. في معلومات بتؤكد إن في عناصر مسلحة جوه الاعتصام. وحجم السلاح مجهول. بس أي حاجة متوقعة. الفض سلمي. بس لو في طلقة اتضربت يترد عليها. هنراجع مع بعض تعليمات الفضل.
اولا توفير الممرات الامنه اللي انتوا درستوا اماكنها كويس وتنادوا بالمكبرات الصوتيه. لو في ناس ما تجاوبتش هنستخدم عربيات الدفع المائي وبعدها قنابل الغاز. وبعدين القوات خرجت خلاص. طيب قول لهم على المنصة ان القوات الفضاء تتحرك. الشرطة عمات اللي هم روحوا نصور بقى الشرطة اللي صور الشرطة اصور صور شوفي شوفي جيوش ماشية معدية. خدها خد ثلاثة عمليات مركزة على الوادي بسرعة عمليات مركزة على الوادي بسرعة عربية اسعاف عمليات ضبط حضرتك جدا يا رجاله. تعالى هنبعتهم تمام وفي الطريق. عمليات في تعامل علينا ضرب نار خلاص خد خد حتى البتاعه دي مركزي في تعامل شديد علينا بسرعه الصراخ. اجمل اجمل مركزي مركزي في تعامل شديد علينا بسرعه الصراخ. ضباط وجنود الشرطه وسقط اول شهيد بالرصاص الحي حسبنا الله. محدش يضرب طلقه واحده انتوا فاهمين. الله اكبر.
دي وقع رجال شادي مات دي وقع. ولازم اول جوده استشهد. ابعت تكليف للمجموعات المسلحه في المحافظات تتحرك هيثم وكنايس عشان نخف الضغط عن هنا. طبعا انتوا عارفين انتوا مهمين قد ايه، زي ما عملنا قبل كده حاولوا تختاروا الشخصيات المؤثره، مفهوم؟ يلا نتحرك. المعلومات بتقول ان في 4 من زمايلنا وقعوا و35 من عناصر الاعتصام، بس دي معلومات مش مؤكده، وانا بقول لكم الاعداد لسه هتزيد. ربنا يعديها على خير. شيخ خش جوا عم فانوس، سط على الدرب يا عم. بقول لك خش جوا، مالكش دعوه انت. وعدم إرادة نقطة دم واحدة.
عبد الله في تعامل شديد عند عمارة المنايف، هاخد مجموعة واطلع لهناك، خد مكاني. اخليه خلي هذا التهوه من هنا يا خلي هذا التهوه من هنا يا اشترك لا احفل هتدخل الجامع بالسلاح وبتضربوا على البيوت وعلى الكنيسه وبتطوط الاهالي بعد عني عبد دماؤكم لمن نفوسكم لمن دماؤكم لمن اهلكم لمن هيا لله هيا لله اكفر هيا لله هيا لله لا اله الا الله لا اله الا الله الجهاد يا شيخ الجهاد يا ابوك اسود انت بتعمل ايه يا خطيب يا بنت اللي جابك هنا بس يا اختي بالله ماني ماشيه انا معاك هي اسمع الكلام وماشي الراجل سبق ومشي يا خطيب انت مش شايف الراجل سبق ومشي تحية أبوك يا شيخ تعالى معي إحنا ملناش غيرك يا خطيب لو جرى لك حاجة مين اللي هيقف جنبنا والعيال تحية النبي على قلبك تعالى معي شيل السلاح ده وتعالى معي يا خطيب تعالى معي تعالى معي تعالى يا خطيب تعالى كله مكانه رجالة أحدش فيهم يدخل المركز شددوا الحراسة على غرفة السلاح دول أكيد مش أهالي كرداسة بلغوا المديرية ان احنا عايزين تعزيزات اعداد كبيرة شايف حاجة من الدخان ما توقفش ضرب اضرب Thank you.
تتجهزوا عشان جايين من هنا. كمل على طول الصراط تحت تحت ثغرة. فتحنا ثغرة وكل اللي عند الشارع عدي. اهدم! اهدم! زهدان! كامل احنا صافيين تمام. ابدا يا فندم ابدا يا فندم. كمل يا باشا الضباط داخل الدور الارضي تمام. حركة يا تد حركة. عندي سلاح. داخلين بقى يا ليه؟ كل اللي سامعني كل اللي سامعني. العيال طلعوا على الصف. كل اللي سامعني العيال طلعوا على الصف. هم على الصف. الدور اللي قبل الاخير في برميل هنعد اليمين في واحد واقف هناك. بنت عيال فوق الصف. حالا وقلب عدل. حالا وقلب عدل. ايوه تمام كده ايوه. تمام كده يا باشا انا بالسادس والسابع وقابلنا ناس نازله من على السلم. يلا هي خلص يلا. ده السلاح ويلا. اثبت ان انت وهو. اثبت. ابعد عن النبيف. اثبت يالا. قدام على الارض. على الارض. اسعاف عند عمارة ابن نايف. غيروا هدومكم الميري. حاولوا تلاقوا طريقة تخرجوا بيها. هم عايزيننا احنا. احنا مش هنمشي وتسيبك يا باشا. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان سيدنا محمد. اللهم انصرنا على الشياطين. اللهم لا تجعل لهم سبيلا بيننا يا رب. اللهم اننا عبادك ضعاف لا نصبر. فينا طمع وفينا خد الديب يدفع. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. شرب فيه ايه؟ ميه نار زي اللي هيخش الشعب بعد شويه. يا جماعة اللي انتوا بتضربوهم دول ما لهمش دعوة بأي حاجة. زغراتي يا حاجة زغراتي ما تعيطيش. يا عم ده النبي كان بيتحدف في الطوب. ما كانش بيعمل كده. يعني ال 10,000 واحد اللي باتوا دول مش عاجبينك؟ أهو بيطلع في روحه أهو مش عارف حتى يقول الشهادة هيقولها إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وثبتنا يا رب. ثبتنا فوق الأرض وتحت الأرض. ثبتنا في يومنا وليلنا. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. رجعت إمتى؟ امبارح بالليل. أنت مستريح يا ابني يومين؟ ارتاح إيه بس؟ يا دوبك شفت أمي وأبويا امبارح
والنهارده شفت رشا والعيال وجيت على هنا على طول عشان الحق الاجتماع. ان شاء الله خير. شكلك ما انبسطتش في الامارات. لا انبسطت انبسطت. لو هتعرف تروح في يوم من الايام هبعرفك على ناس كتير هناك، الناس هناك بيحبونا محترمين. مهم انك غيرت جو. انت كنت محتاج اليومين دول. تعال شوف مبروك بيشرب ايه يا ابني. محمد احسن واحد بيعمل قهوه في القطاع كله، وحيد من كتره بيحب قهوته سماه مانو. يبقى قهوه على الريحه يا مانو. انا يا مبروك بيه البن بتاع جد بيه برضه. صيح صيح. يلا يلا. عرفت انه كان في قلق جامد في المنيا. هي المنيا بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا اخي. فالتنظيم السري عند جماعه الاخوان وحسن البنا كان هو نواه الفكر التكفيري عند سيد قطب. فسيد قطب يعتبر المرجع الرئيسي لكل الجماعات التكفيرية اللي موجودة دلوقتي، الإخوان، داعش، والقاعدة، وكل العمليات اللي بتتنفذ حالياً دي تنفيذ حرفي لأفكاره. بيقول إيه سيد قطب؟ خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية تقوم على شل حركة الدولة المصرية، تدمير منشآتها وبنيتها التحتية، اغتيال قادتها ونسف محطات الكهرباء. رجعوا معايا كده اللي حصل من 30/6 لحد دلوقتي بالملي بالملي. هدفهم الأول والأخير هو إثبات فشل النظام وعدم قدرته على الإدارة. فيقوموا يعملوا إيه؟ مظاهرات. إشاعات. قوات الأمن اعتدت على وقفة لرافض الانقلاب. مسيرات من نحو 40 مسجدا. كثافة الحشود وما ترفعه من لافتات. نسف محطات. جار ضخم في أبراج الكهرباء الرئيسية المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وقعوا 8 أبراج في العاشر من رمضان. اغتيالات وتفجيرات. بصوا يا أخوانا الموضوع بسيط خالص إن شاء الله، هو شوية بلي وشوية مسامير بس، لازم ناخد بالنا كويس عشان دي متفجرات، الغلطة فيها هتبقى الأولى والأخيرة. الدائرة الكهربائية دي يجي حد فيكم يسألني يقولي طيب ما دي خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية، واحنا ايه؟ احنا مش مسلمين؟ اه هو شايف كده، وبالتبعية هم شايفين كده، الإخوان والتكفيريين شايفين اننا مش مسلمين، وده مش كلامي، ده كلامه سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، والكتاب ده يعتبر دستور التكفيريين. في كتابه بيقول ان المجتمع المسلم حاليا مجتمع جاهلي، وفي كتابه في ظلال القرآن بيقول صراحة ان المسلمين الآن لا يجاهدون، وذلك لأن المسلمين اليوم لا يوجدون. مش موجودين. يعني هو شايف ان بيوت مصر ووالدي ووالدتي ووالدك ووالدتك واهالينا كلنا مش مسلمين، حتى لو نطقنا بلا اله الا الله محمد رسول الله مش مسلمين، وبالتبعيه طبعا مساجدنا مساجد جاهليه. وده يفهمك هم ليه عادي جدا يقتلوا حد ساجد، حد بيصلي او حد في المسجد. وبالتالي الناس اللي في الشارع، الضباط، الحكام، كفار، ودمنا كلنا مباح الا لو بقيت معاهم. لو قتلت النفس اللي ربنا حرم قتلها هتبقى مسلم من وجهة نظرك، انما تدافع عن بيتك، عن اهلك، عن بلدك ومش معاهم تبقى كافر، دمك مباح.
سيادة اللواء كده بيقرب منهم والعيال دي معاها سلاح. نبيل باشا ما تخلي سيادتك في المدرعة يا فندم، احنا ولادك هنخلص برضه. ده اليوم اللي انا مستنيه، جبر وعامر وهدان. يا زكريا فاكرني كبرت ولا ايه؟ العفو يا فندم. يلا ربنا معاكم كلها ساعات ونخلص من الهم ده ونرتاح ان شاء الله. توكلوا على الله، هنعلن الولايه الكرداسه اول ولايه اسلاميه في مصر. الله اكبر الله اكبر. خد الباب. اخلص اخلص. تعال تعال. الشبيك واللي بره رجاله اشرع اسد اشرع عادي محدش يمسك محدش يمسك العربيه وحيده. اغلق
ايدك ما هي سلاح ايدك فوق ايدك فوق يا علي خير خش احسن ايدك خش احسن ايدك خش هاتوا رجالة خش جوه خش جوه حاج خش جوه حاج ما تخافيش يا سيد تنزل ياض انزل ياض ايدك ورا دماغك ما تخافيش يا ست مش هيحصل حاجه تعالى تعالى يوسف اهلا وسهلا اتفضل خير يا يوسف ايه اللي جايبك تاني بعد اذنك عايز اتكلم عليها دي تتكلم معاها في ايه ما تسيبها بقى تشوف حالها انا ما صدقت انها وافقت على العريس معلش دقيقه بس وهمشي على طول ماما سيبينا دقيقه يا حبيبتي دقيقه ايه العريس زمانه جاي معلش دقيقه عشان خاطري روحي انت يا مؤسسه نعم بصي طيب بص انت بقى يوسف عشان واضح ان انت ما عندكش كلام والفترة اللي فاتت دي كلها برضو ما كانش عندك انا بحبك بحبك مش هينفع تبقى لحد غيرك ولا انا ينفع بقى لحد غيرك انت عارفة كويس اني بحبك وانت بتحبيني مش عارف مش عارف كنت غبي قلقان خايف مش عارف بس كل انا عارفه اني مش هسيبك تضيعي مني وانت كان لازم تستنى ان العريس يبقى على الباب عشان تيجي تقولها لي العريس وصل العريس وصل حاضر يا ماما انا جايه وراكي على طول بقول لك العريس وصل ما انا جايه قلت يا ماما امشي انت وانا هتصرف هتعمل ايه قلت لك اهلا اهلا يا الف اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا اتفضل اهلا اهلا بيك زي حبيبي اهلا يا حبيبي اهلا اتفضل يا اخويا يا بابا استنى استنى ايه بقى بابا. انت صغرتنا معاك احنا نحاول معاهم تاني يا لا بابا لا تحاول ايه وتعمل ايه انت خليت رقبتي زي السمسمة نجرب معاهم تاني يا بابا اتفضل يوسف وايه اللي كان بيحصل ده لا مش مهم مش مهم بقول لك انت لو ما جيتش تخطبني قريب الست الطهره اللي فوق دي انت مش عارف هتعمل فيها ايه بكره الصبح هكون خطبك دلوقتي حالا هطلبك لا 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 دلوقتي لا عشان هي جايبه اخرها ممكن تولع فيا وفيك اهدى كده بقول لك ايه انت كنت بتقول حاجه فوق والعريس اللي كان جاي لي ده كان داخل ما سمعتش بحبك وانا كمان يا يوسف انت كمان ايه انا كمان بحبك يا نهار اسود طبعا حلو حلاوه انا رايي يا فندم اللي نفذ تفجير مستورد هو اللي نفذ تفجير بسوس تقرير خبراء المفرقعات بيقول ان بقايا الاجزاء اللي لقوها من القنابل هي وتقريبا بنفس الطريقه وفي نفس التوقيت كمان كده كل كمين مات فيه ضباط وعساكر ايه معلوماتنا تاني للاسف فندم ما عندناش اي معلومات تانية
هما بيختاروا كمان اللي فوقيها كباري، بيرموا العبوات ويجروا تقريبا راكبين موتوسيكلات. سيادتك ده شبه اللي بيحصل في سيناء يا فندم، يعني التنظيم هنا هو نفسه هناك. الموضوع ده لازم يتعرف مين اللي بيعمله، والعيال دي تيجي في اسرع وقت ممكن. اهلا اهلا. ايش 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 ايش، مش غلط الحاجات دي تتحط في البيت ولا ايه يا رجاله؟ ده امن مكان، عندي مخزن تحت فيه كل حاجه، ولا يجي على بال حد خلص النوم هنا. المهم بس خلينا نرحب بيكم ضيفك، والله منورنا. لسه بيحكي لي عنك وبيقول ان انتوا اكتر من اخوات. ربنا يديم المحبه ويبارك فيك وفيه وفي كل الاخوه والحبايب. ده الاخ ابو يوسف اخونا ومن اكتر الناس اللي بتساعدنا والدعم لينا. بيساعد بجد؟ ايوه كده، ينصر دينك ينصر دينك يا مولانا. تشرب ايه بقى؟ ما هو اللي انا كنت بشربه انتوا ما بتشربوهوش فبطلت. قول لي يا مولانا، انا من المره اللي فاتت وانا عايز اسال، الفيلا دي بتاعت مين؟ بتاعتك دي ابو يوسف؟ اه، ايه رايك؟ رايي هي محتاجه رايي. دي عز العز يا مولانا، واقف عليك بكام دي؟ يعني بحوالي 2 مليون. ان شاء الله يكون عندك فيلا زيها واحسن. منين؟ إيه؟ لا صحيح منين؟ لا انا يعني محتاج اقول لك احنا بنقبض كام في المرور. لا الخير معانا كتير قوي الحمد لله، وطول ما انت معانا هتشوف اللي عمرك ما شفته. يا مسهل يا رب، شكلي كده هستنى كتير قوي. ما تفك السره بقى، فك السره على حبايبكم بقى. لا هنفكها، المهم بس عملت ايه في الاسماء اللي طلبت منك بياناتها وخط سيرها؟ ظباط الامن الوطني. اه حاضر. طيب قريب ان شاء الله هتكون عندك كل حاجه. قريب. صل على النبي اخي محمد عليه الصلاه والسلام. احنا في واحد عايزين عنوان ونوع عربيته وخط سيره وكل المعلومات اللي تقدر تجمعها عنه، بس في اسرع وقت. من عينيا. اسمه ايه الباشا؟ اسمه المقدم محمد مبروك من الامن الوطني. اوبا، اتفضلوا اتفضلوا. لا انا هموت من جوع، اتفضلوا كده. يوسف اتفضل. لا ده تردد كتير، هي دي خبيزه ولا باباز ولا ايه؟ احنا ورانا، اتفضل. انا جعان بصراحه يعني، اعذروني. لا 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 لا، ده كلام تاني خالص يا اخوانا. محمد مبروك، مبروك ده صاحبي ودفعتي، وبصراحه كده لا يمكن اتورط في اذيته. مبروك ده خطر علينا وخطر على قاده الاخوان، يعني خطر على الحركه الاسلاميه كلها. خطر ازاي يعني؟ هو انت تعرف عنه ايه؟ ها؟ فهمني بيعمل ايه؟ لا بيعمل كتير، وبعدين احنا جات لنا الاوامر كده، واحنا علينا السمع والطاعه. مبروك ده من الطائفه الممتنعه عن تطبيق شرع الله، واحنا دورنا نقاتلهم لاخر واحد فيهم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحارب الكفار حتى لو من اهله، وانت جاي تقول لي صاحبك؟ صدقني صدقني، قتل مبروك ده ثوابه كبير وعظيم عند ربنا. يا مولانا هتقول لي قتله ثوابه كبير، قتله ثوابه عظيم، هقول لك كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، بس الخبطه دي جامده قوي. مش سهلة كده الحكاية يا أبو يوسف. سهلة بإذن الله. أنت دلوقتي لازم يبقى معاك سلاح يحميك غير سلاحك الميري. خلي ده في بيتك، هدية مننا ليك. هدية مقبولة يا أبو يوسف. يا سيف، صليت العشاء؟ صليت الحمد لله. طب تمام، تعالى بقى كمل لي، بس زي ما اتفقنا لو كدبت هعرف، ولو عرفت انك بتكذب انا مش هكمل تحقيق معاك. انا قلت كل اللي عندي. قلت يا سيف؟ ماشي في المظاهره اتحمست سخنت فتقوض عليك ده والمولوتوف اللي اتمسك في ايديك جه في ايدك فجأة. ساعدني عشان اساعدك. اللي مسكوك مولوتوف دول لو كانوا عارفين ان الطريق ده اخره جنة كانوا مسكوه هم، بس هم عارفين كويس قوي ان اخرة الطريق ده قعدتك هنا.
كل مره بتضحك عليا ما بتدعيش. ما بعرفش ادي بقى دعيت ربنا ان انت تجيب لي العجله وجبتها لي. خلاص انا مش عايز حاجه تاني دلوقتي. مش عايز حاجه تاني خالص يا حبيبي. الدعاء ده حاجه بينك وبين ربنا. مش ربنا عارف كل حاجه؟ ليه اطلب منه طالما هو عارف؟ عشان ربنا بيحب نطلب منه. بص انا جدك علمني حاجه، اول حاجه بدعي لاهلي، يعني انت واخواتك وماما بابايا مامتي، وبعدين بدعي لنفسي، وبعد كده بدعي لكل الناس. يعني انا لو عوزت انك تقعد معايا كتير ادعي ربنا؟ ادعي ان الناس الوحشه تمشي، ساعتها هقعد معاك كتير. طب يلا يلا نقوم نروح لجدتك عشان ما نتاخرش على ماما. يلا يلا حبيبي. المره الجايه هتدعي وهتقول لي تدعي بايه. ايه كافر والله، لو بيصلي ويزكي ويصوم طول السنه برضه كافر. تدين ظاهري. الله ينور عليك عفيفي. يلا نكمل خط سيره. يلا تمام، توكلنا على الله. في الباب يا مايا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. عملت لك كيكه الشوكولاته اللي بتحبها عشان ما يبقالكش حاجه. تسلم ايدك. ايه يا مايا؟ مايا حبيبتي شنطتك ايه؟ المذاكره. طيب خلاص هحل بيها بعد الغداء. بس ايه الاخطر ده؟ شجره البيت. ارجع الاسود تاني؟ لا 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 كفايه انا اسود. زياد فين؟ نايم. ممكن تصحيه عشان ياكل؟ حاضر. الدنيا هادية. بقولك يا محمد، جبت الشوكولاتة عشان الولاد؟ نسيت حبيبتي. خلاص انا برجع عشان ما اتأخرش. اوف ايه بقى؟ طب والنبي يا حبيبي، عايزه الحق احطهم في الشنط قبل ما انام، وعشان لو انت كمان اتاخرت. حاضر خلاص هبعتهم مع ام احمد. وفي حاضر. مع السلامه يا حبيبي. قول له اتحرك. يلا اتحرك اتحرك. ام احمد. ايوه عمرني يا بيه. طلعي دول من قدام الراجل. انتهت التحريات باستمرار العناصر القيادية بجماعة الإخوان بالاتفاق والاستعانة بالعناصر والتنظيمات التكفيرية بالبلاد وخارجها في تنفيذ مخططاتها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري ومحاولات إحداث فوضى وحرب أهلية داخل البلاد، ومحاولة الجماعة تقسيم مصر إلى فصيلين إسلامي وليبرالي بعد فشل مخططاتهم التي كانت تسعى إلى تقسيم مصر على أساس طائفي مسلم ومسيحي مهما تكلف ذلك.
يلا اتحرك يلا. والله على ما أقول شهيد. أنا بنت البطل إسرائيل معمم مبروك. ولو فاكرين القضية دي اتقفلت ما اتقفلتش، هو كاتب كل حاجة، والبجارين اللي قتلوه دول سفلة وزبالة، وربنا هيحاسبهم عذاب شديد. والسلام عظيم لشهيد رايح على الجنة، والدم حنى البدن والدم مش حنة. يوم ما ناديت يا مصر كان أول الطلع يفدي بروح ترابك، وهو من ردي ما يهمهوش لو ما في سبيلك ألف مرة. كل اللي يهمه إنك تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة. العزف على المزمار والخيل بيت مخطر، وملايكة عالصفين لابسة حرير أخضر، والزفة زفت مين؟ زفت جدع أسمر. الزفة زفت مين؟ زفت جدع أسمر. مبروك شهيدك بطل ومصري بيتفخر، مبروك شهيدك بطل ومصري بيتفخر. والسلام عظيم لشهيد رايح على الجنة، والدم حنى البدن والدم مش حنة. يوم ما ناديت يا مصر كان أول الطلع يفدي بروح ترابك، وهو من ردي ما يهمهوش لو ما في سبيلك ألف مرة. كل اللي يهمه إنك تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة. والله على ما أقول شهيد. العمل كده محمد جراله حاجة؟ محمد مات؟ محمد مات؟ محمد شهيد يا رشا، محمد شهيد. لا شهيد، محمد مات، محمد شهيد. اجمد يا رشا خطري، محمد شهيد. لا وحدنا شيء 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 على خاطري، على خاطري، على خاطري.
انت وحيدي ما ينفعش مش هينفع مش هينفع مش هينفع يا رشا عشان خاطري من النبي عشان خاطري من النبي عشان خاطري ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي الله يهديك والنبي عشان خاطري وحدي يا يوسف يا زكريا واقف بره لوحدة ليه؟ كنت في أي عزة بوصل قبل أخي بستناه عشان ندخل سوا ومش هقدر أدخل أدخل أنت يا يوسف حقك إذا كنت أنا قابلته مرة واحدة بس ومش كويس أصعب حاجة في موت الفجأة ده إنه بيخطف بيوجع مش جايز رحمة من ربنا يا أخي مش جايز لو كنا هنعرف كنا هنتعب أكتر أنا هقولك على حاجة أنت هتفهم فيها كويس مع كل واحد بيروح من صحابنا أو زمايلنا بحس إن في حتة في روحنا كده بتطفي مع موت الحتة دي بقى كبيرة وصغيرة حسب معرفتك بيه مبروك طفى حتة كبيرة وهو ماشي يوسف الله يرحمه أبويا قال لي إن إحنا في حرب الحرب لازم يكون فيها ضحايا بس هي المشكلة إن الحرب دي حتى لو خلصت وإحنا فضلنا عايشين في حتة كبيرة قوي جوانا هتبقى ماتت المهم ما نخسرش في الآخر يا يوسف وخير الله زكريا بيه وطيب ايه؟ مش مصدق محمد مبروك ده كان لسه معانا يا زكريا كان لسه معانا معلش شد حيلك شد على الله لازم ناخد بطاره يا باشا لازم نجيب حقه انتوا وصلتوا لحاجه؟ عرفتوا حاجه؟ دعواتك ان شاء الله ربنا ينصركم عليهم يا رب يا باشا انا لو بايدي اي حاجه انا كنت عاملها انا مش هسيب المجرمين دول مش كل يوم ياخدوا واحد مننا حضرتك امن وطني برضه يا باشا لا عمليات خاصه اهلا بيك انا المقدم محمد عويس دفعه المرحوم اهلا وسهلا اهلا بيك بقاء لله انا في المرور لو احتجت اي حاجه يا باشا كلمني اديني رقمك او خد رقمي خد رقم هات عنك يا باشا بيرن اسجلها مين يوسف الرفاعي فندم يوسف الرفاعي اهلا يا باشا اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل مالنا الراجل ده في ده وقت التليفونات معلش يا يوسف كان صاحب مبروك ودفعته اعملي لنا شاي يا بت حاضر اثبت يارا اثبت يا سعد اه ما تستهزي نفسك مش ابعد عنه اقعد على الارض يا ايدك فوق ولا اوعى السلاح هنا خلي نفسك ابعد عنه سيبه ابعد عنه انت بتعمله انت بتعزي نفسك انا بقول لك سيبه
الحمد لله ان شاء الله خير. الحمد لله يا يوسف. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله خير. اجمل ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يا رب يا رب خير. يا رب يا رب خير. اطمني يا يوسف. اطمني ان شاء الله خير. ايه في حياتك؟ بقول لله مش انتوا حلكم. اقول ايه؟ اقول ايه؟ ممكن انتي معايا دلوقتي بقى ويطلع كمان. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم. اقول ايه؟ اقول ايه؟ ممكن انتي معايا دلوقتي بقى ويطلع كمان. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم. كفر الكلاب كلاب. عليا اسمعيني بس اسمعيني. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ متاكده بس احنا مش هينفع نكمل مع بعض. اعمل ايه يا ربي؟ انا كان احسن واحد في الدنيا. كان احسن واحد في الدنيا كان نفسي شرايين الشهاده. مش هينفع اعمل فيكي كده. جوازي حصل طبيعي. ينفع يكمل معاها حياتك؟ كملي معاها حياتك. ما تصحيش الصبح تلاقيه مات. خلي بالك من نفسك. ازيك يا دفعه؟ عامل ايه يا يوسف رفاعي؟ والله ليك وحشه. مش قلت لك استنى نطلع طلعه سوا؟ شكلها جت اهي. والله من ساعه ما شفتك قلبي اتقبض. لا ما تقلقش ما تقلقش ان شاء الله تعدي على خير. بس انا يعني يوم ما تطلع معايا طلعه هتطلع فكهاني. مادام سبقتني ايه الاخبار؟ يعني الاخبار مش قوي. في دايما نادورجي فوق السطح معاه جهاز، وفي اتنين تانيين على الناصيه، ومفيش غير مدخل واحد من الشارع. يعني لو فكرنا نخش وش في وش هنرجع لأهلينا كلنا ملفوفين في أعلام. لا يبقى نرجع ونفكر. الراجل ده أكيد معاه سلاح كتير. رد عليك. اسعاف عملت اقطاع. عملت اقطاع. تدعى وش الدرع المعمورية في عسكرة اتصاب. هو في ايه اللي بيحصل ده؟ ما تقلقوش دول حرامية. وايه السلاح اللي في ايدك ده جبته منين؟ مش وقته دلوقتي. اداروا في اي حتة. خلي بالك مراته وبنته جوه. حرام عليك. بنتك ذنبها ايه؟ سيبينا اتصرف بدل ما يخلصوا علينا. بقول لك ايه؟ مش كفايه بقى لحد كده؟ بنتك مالهاش اي ذنب تشوف اللي بيحصل ده. اخرتها انت عارفه وانا عارفه كويس. الموضوع خلص خلاص.
حط سلاحك قدامك وظهري وايدك فوق راسك. يلا فتشوا اوضه اوضه، ما حد يسيب مكان لما يتفتش. ما تخافيش، اخلي بنت اوضتها كفايه اللي شافتوها النهارده. جرار بلا خش يا احمد خش يا احمد خش خش اثبت يلا خذ ساتر احمد بيه فين عايش قلت لك قلبي اتقبض من ساعه ما شفتك كله سليم تمام يا عم احنا في ايه ولا في ايه بقول لك ابو يوسف اتقبض عليه تقول لي عايزين خط سير زكريا ما زكريا ده اللي قبض عليه عشان كده لازم يحصل صاحبه عشان هو زمايله يسيبونا في حالنا حالنا دي يعني انا وانتوا انت جامعني معاكوا ليه اصلا
انا ما عملتش اي حاجه، كل اللي انا عملته ان انا اديتكم عنوانه، انتوا بقى رحتوا قتلتوه، انا مالي؟ يعني انت بعد ما كنت فرحان ومبسوط بثواب قتل مبروك دلوقتي بتتبرى منه؟ يا راجل طب خاف من ربنا اللي هتقف قدامه. وانت فارق معاك ايه اصلا؟ ما هو ما يعرفش اسمك الحقيقي ولا عنوانك، الدور اللي بقى عليا انا، ابو يوسف عارف عني كل حاجه، ومع اول قلم انا اللي هروح في ده. ابو يوسف انا عارفه كويس، لا هيفتح بقه ولا هيتكلم، ومع ذلك بقول لك تامينك عندنا، اديني 3 4 ايام وابعتك ليبيا تتدرى هناك. ليبيا؟ ليبيا ايه يا عم وانا على ذمه الميري؟ يا نهار اسود، قعدت بس تقول لي ما تخافش طول ما انت مع الاحباب، ده ما فيش حد هيعرف يوصل للاحباب، ده كل حبيب وليه اسم حركي، هم مالين يتجابوا، حبيب ورا حبيب اهو. عشان كده لازم نخلص من زكريا، انا عايز خط سيره. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما تحكي لي كده مين اللي ادالكوا خط سير مبروك؟ انا اللي اعرفه انه كان واحد قريب منه. ما تاكد لي على المعلومه. ظابط في المرور دفعته وصاحبه. اسمه عويس، محمد عويس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 سياده اللواء، ده ايه النور ده معاليك؟ اهلا اهلا. اهلا محمد بيه. اهلا، مش سعادتك تقول انك جاي، كنا فرشنا الارض ورد. معلش في ماموريه بس سريعه كده ومهمه مع الزملاء في الامن الوطني وعايزك تبقى معاهم. اوامر يا باشا. حاضر اوامر. بس ينفع اسيب الوحده النهارده كده؟ ده الدنيا زحمه عندنا قوي. ما تقلقش، في ضابط تاني جاي هيخلص حاجه الداس. ماموريه بسيطه يا بيه وهنرجع على طول. اهلا يا باشا. اهلا يا باشا. اهلا اهلا. طيب حاضر. ادوني بالظبط 5 دقايق هروح اغير هدومي وارجع لكم حالا. مفيش وقت، مش هينفع. اتفضل يلا. اتفضل يا محمد بيه. اتفضل يا باشا. اتفضل 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 يا باشا. ايه يا باشا اللي بيحصل بالظبط؟ احنا رايحين على فين؟ نورني برضو. معانا اذن من نيابه امن الدوله بالقبض عليك. وانت عارف ليه؟ هو اللبس اللي انت مش تلبسه تاني، احنا جايبين لك غيره. في ايه؟ في ايه؟ موت صاحبك! ده مين اللي عملت كده؟ مين اللي عملت كده؟ ده ايه يا بطل؟ ايه يا بنت الشحوه؟ ايه انت؟ انا هديت انا هديت انا هديت انا هديت عشان خاطري. يا صغير انا ما عملتش حاجه. 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 هو مش في ظابط بيحب يكتب شعر؟ حد قال له هو انت ازاي ظابط وبتكتب شعر؟ انا ظابط بحب اتكلم في دين ربنا. ايه بقى؟ ايه اللي فيها؟ حرام يعني؟ انا ما قلتلكش حرام. بس يعني امام الجامع ده راجل يعني دي دراسته ودي شغلته. عنده اجازه باللي بيقوله. انما انت لو قلت كلمه غلط او معلومه ما انتش متاكد منها انت وديت الناس دي في حته تانية خالص. ايه يا يوسف؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ انت شفته بيخطب في الحصري؟ ده كل اللي جوه دول ناس حبايبنا. يعني انا بقول لك والله نصيحه من اخ لاخوه. يعني رأيي المتواضع، يعني عايز تطبق كلام ربنا طبقه من شغلك، يعني من الحته اللي انت فاهم فيها ووعيها. بعمل كده يا يوسف، ما تكبرش المواضيع. المهم دلوقتي انا جعت وسامع انك تعرف مطاعم حلوه، ما تودينا يا اخي ناكل عشوه حلوه كده. هو ده الكلام؟ والله كان على عيني، بس يعني ابويا مستنيني. خليها وقت تاني. اشوفكم بكره في المعسكر. سلام. مع السلامه. من حوالي ساعة وزارة الداخلية أعلنت إن اللي قاموا بارتكاب هذا الحادث اللي استهدف مديرية أمن الدقهلية هو شخص انتحاري، وإن اقتحم الحواجز الحديدية اللي كانت موجودة قدام مديرية الأمن بسيارة نقل محملة بأكثر من طن من مادة التي إن تي، وده اللي أدى لاستشهاد أفراد الشرطة اللي كانوا موجودين بداخل مدرعتين قدام مديرية الأمن. ألف مبروك، دي ضربة عظيمة. الحمد لله، ربنا أنعم علينا بنصر جديد من عنده. عقبالك يا اخ طارق. ما هو ده بقى ابو عبيده اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. ضباط الداخليه والامن الوطني بقوا مركزين قوي بعد قتل مبروك. انا شايف ان صعب قوي ننفذ اي اغتيالات الفتره دي، خصوصا بعد الكمين اللي عملهولي زكريا الضابط ده. والمطلوب؟ المطلوب ان انت تسيبنا خطط واعمل العمليه الكبيره.
انا عندي خطه لعمليتين مهمين جدا. في اخ جاب لنا صواريخ كاتيوشا شايلهم عنده في المزرعه بتاعته، انا عايز استخدمهم. تستخدمهم في ايه بالظبط يا اخي طارق؟ الصواريخ دي مهمه جدا، يعني ما ينفعش تضيع على اي عمليه كده. قول لي ناوي على ايه؟ مدينه الانتاج الاعلامي والمقر الرئيسي لقطاع الامن الوطني. بارك الله فيك يا اخ طارق، بارك الله فيك. جهز خطتك واعرضها عليا، ولو كله تمام يبقى اتكتب لك قصر في الجنه يا اخ طارق. اه يا فندم، الملفات والورق معانا سعادتك. تمام يا فندم، تمام. عايزين تطلع الورق ده بره مصر يا باشا؟ معلش لا، الورق ده كله مش بتاعي. هناك بقى هنعرف الورق ده بتاعك ولا لا. والله ما بتاعي يا باشا، ده عندي على سبيل الامانه. هتقولي هات الشنط دي معايا في العربيه. انا معرفش فين والله يا باشا، مش بتاعي والله. الورق ده لو طلع بره مصر هتاخد فيها اعدام، دي خيانه عظمى. ولا انت مش عارف الورق ده فيه ايه يا باشا؟ بس اسمح لي افهم. انا مش عايز افهم حاجه. انت قلت ان صاحبك قال لك ان الورق مسافر بالليل، مين اللي مسافر ومعاه النسخ؟ هيسافر وهيقسم الفلوس عليهم وهتاخد اعدام من اول جلسه. فرصتك الوحيده يا احمد. عصفورة هو ده اللي عصفورة؟ طب انا اثق فيكوا ازاي بعد كده؟ هو احنا كان معانا وصفه؟ الواد ما قالش غير الاسم. استسلم ايدك. شايف الناس فرحانة ازاي؟ طب ما كانش في أي حاجة مميزة قصاد المخزن أو حواليه؟ أنا افتكرت حاجة يا باشا. قصاد المخزن على طول كان في عمارة فيها بلكونة كانت على طول مشغلة لمبة خضراء. المخزن يا باشا. الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري قامت حملة مكبرة
ضمت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع خبراء مفرقعات سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة، قامت بمداهمة البؤرة المشار إليها، حيث دارت مواجهة شرسة دامت لعدة ساعات مع عناصر البؤرة الإرهابية، استخدم فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة والأسلحة الناسفة ضد القوات. أي يا فندم، لقينا ورقة عليها خط سير السيد المشير عبد الفتاح السيسي، وفي عربية نص نقلة مفخخة كانت جاهزة تتحط في خط السير. حرب، حرب بكل معنى الكلمة. ده المكان ده في وسط قرية فيها أهالي طيبين، ناس غلابة، وبتروح تواجههم فتفاجأ بيفتحوا النار بالأسلحة دي كلها. النهاردة بنحسبه عند الله شهيدا سيادة العقيد ماجد أحمد كمال شاكر كمان هو. الجنازة العسكرية التي أقيمت لكل من الشهيدين العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر اللذين استشهدا فجر اليوم، وذلك خلال عملية أمنية موسعة نفذتها عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، استهدفت أحد أخطر الأوكار الإرهابية بمحافظة القليوبية. في الساعات القليلة الماضية بدت الأحداث مؤسفة للغاية، استشهاد 4 أشخاص في المواجهات الدامية التي شهدتها منطقة عين شمس. النهاردة تحركات الإخوان في هذه المنطقة اتسمت بالعنف الشديد. كان هناك استخدام للأعيرة النارية، للأسف الشديد أدى إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن، منهم الزميلة الصحفية ميادة أشرف الصحفية بصحيفة الدستور. فقدنا 5 منهم 2 بنات مسلمة ومسيحية، ما فرقش الموت بينهم، ما فرقش الموت بين المسلمة والمسيحية، ميري وميادة. خير يا يوسف؟ ايه اللي حصل؟ الحمد لله جت سليمه، خدت طلقه في رجلي، مفيش جديد يعني، مش عارف المره دي ليه مكبرين الموضوع. ان شاء الله خير. طمنا دكتور. مش هنقدر نشيل الرصاصه من رجله، لاننا لو شلناها هنقطع الوتر. يعني ايه؟ هفضل عايش بيها كده ولا ايه؟ للاسف. يا اما بقى لو عايزين تعملوا العمليه يبقى على مسؤوليتكم. طب بعد اذنك يا دكتور، بس ادينا فرصه نفكر. تحت امركم. بعد اذنكم. يا خام، جبت الأمانة؟ جبتها. اه، الهدف وصل واللقاء تم. أول ما جيلك فرصة شيل. طب قوم نتمشى شوية.
اجري من هنا. لو احتجتوني ملك هيعرف يوصل لي على طول. بالنسبة للعمليات بقى، أول حاجة لازم نعرف المنطقة اللي هننفذ فيها كويس جدا. المحيط بتاعه، بيوت وشوارع ومحلات. ده بيساعد في وضع خطة عمل وخطة انسحاب مناسبة كمان. اللي هيرصدوا هيكونوا غير اللي هينفذوا خالص. عشان محدش يشوفه. والصورة تتصور من التليفون ده. وده من غير شريحة. وهتدوه لحمزة. وحمزة يبعت لي الصورة على تليجرام. وأنا هشوفها وأعمل الخطة إن شاء الله. يوم التنفيذ بقى هيبقى في مرحلتين. التالتة دايما انا اللي بعملها ان شاء الله. المرحلة الاولى هتحط العبوة مكانها. التانية سهلة. هترد على تليفونك وتقول اللي هينفذ ان الضابط وصل عند العبوة. وتقفل تليفونك وتروح. تعملوش زي الاخ بيبو. اللي الشيطان وزه. وبعدها ننزل بيان أجناد مصر بمسؤوليتنا عن الحادث. بالطريقة دي محدش يعرف يوصل لنا أبدا. وربنا يجازينا خير على اللي بنعمله إن شاء الله. كله ورا ورا. كله ارجع ورا. ارجع ورا. جهز لي البدلة بسرعة. حاضر يا دقيقة. انت يا ابني ماشي الناس دي من هنا. حاضر يا فندم. البنزينه لو انفجرت هتبقى مصيبه. عمرك يا فندم. لله الامر من قبل ومن بعد. حسبي الله ونعم الوكيل. كشف امر العبوه. في ناس بتروح وتيجي قدامها. انا شايف. ابعد انت دلوقتي. ضابط مفارقعات أثناء إبطال مفاولة لعبوة محلية الصنع وذلك بشارع الهرم في محافظة الجيزة بعد نفق الهرم بقليل. انتظر. نفس المشهد بيتكرر. الإسلام بقى مستضعف. بس احنا مش هنسكت على كده. احنا هنجاهد لغاية ما نرفع راية الإسلام. وإن شاء الله ربنا هينصرنا على الطواغيت والكفرة. وهنجاهد ازاي بقى واحنا لسه في أماكننا؟ انا شايف اننا ما بنعملش حاجه غير اننا بنيجي نتكلم وخلاص. يا دكتوره مش هجاهد بالكلام، انا عاوز اجاهد بفعل. الصبر يا خيرت، انت في مكانك مكسب كبير قوي لينا كلنا. وانا هفضل اسمع الجمله دي لحد امتى؟ انا شايف ان احنا لازم نكون اكتر من كده، لازم نزود عددنا جوه القطاع. بتفكر في مين؟ اهدوا بس يا جماعه وصلوا على النبي. انتوا عارفين لو شموا خبر عننا هيعملوا فينا ايه؟ انا رايي من راي الدكتور، احنا نصبر شويه ولما نعرف احنا عايزين ايه نعلن عن نفسنا. سوري يا ابني ما صارش حاجه. التليفون ده ما صارش حاجه. وريني التليفون ده. ماشي يا باشا. يا باشا في الشارع يا باشا. انا بتمشى والله العظيم في الشارع. انا عملت. طب انت واخدني على فين؟ طب يا باشا يلا بقى حازم ادخل.
تمام الجميع، تعدوا العد التنازلي. 5 4 3 2 1 عبوات بعد المغامرات ضمان الاقتحام ومقتل واحد ارهابي والسيطرة على سيدة وتسع اطفال والعثور على بندقية الي وعدد من العبوات. الله ينور يا رجالة. تمام تمام يا احمد بيه. الله ينور. نجحت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة اليوم في تصفية الإرهابي همام محمد أحمد عطية. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اتخاذ الإرهابي الهارب همام محمد أحمد علي عطية. همام نفذ عدة عمليات إرهابية شهيرة، منها استشهاد العميد طارق المرجاوي والرائد محمد جمال. وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهم على 20 قنبلة معدة للتفجير في منطقة الطوابق في فيصل. بتعيط لي يا عم عادل؟ أبويا كويس؟ فينه؟ الله أكبر. قدرت شبت في البيت لوحدي، ممكن ابات عندك لولادي؟ تعال يا حبيبي. وانت عايز ايه يا خيرت؟ عاوز اللي انتوا عايزينه ومحدش فيكم بيتكلم فيه. انا زهقت من القعده في العياده، وكريم ده شكله بيتكلم وبس. انا هطلق اللحيه ومش عاوز البس البدله دي تاني. احنا اهم من كده بكتير يا حنفي. احنا ربنا ما خلقناش وادانا القوه والشطاره في السلاح وفي الخطط عشان في الاخر نقعد في الكتيبه ونستنى لما تقوم مظاهره عشان ننزل نفضها. احنا مقاتلين محاربين، وقعدتنا جنب كريم دي مش هتوصلنا لاي حته. طيب عايزنا نعمل ايه دلوقتي بالظبط؟ عاوزنا نتحرك. احنا لازم نبدا فعلا نجند ناس معانا، لازم نبتدي نحدد اهدافنا. احنا فعلا في مكان مهم، لان محدش هيجي في باله ان احنا اللي بننفذ. المهم دلوقتي اننا نبتدي نجند ونبتدي نفكر في أول عملية هنعملها واللي هنثبت فيها إننا مقاتلين مش ناس عادية. معايا ولا إيه؟ معاك معاك. حضرتك ساكت ليه يا فندم؟
أصل الحقيقة بقالي فترة كبيرة ما دخلتش الأوضة دي، بس لما اتعرض عليا ملف التحرك بتاعكم قلت أجيب نفسي نتكلم مع بعض. أنت زميل فاضل برضه يا فندم، بس أنا مفيش حاجة أتكلم فيها، أنا مجرد ضابط ملتزم شوية ومركز في شغلي، والظباط اللي هما بيقولوا عليهم دول يا فندم أنا بقابلهم في الصلاة بالصدفة في المسجد، هو ده الكلام اللي أعرفه. وإيه تاني؟ مفيش تاني يا فندم، أنا عايز حضرتك تعتبرني زي ابنك. أنت مش ابني ولا أنا يشرفني إن أكون أبوك، أنت مستوعب أنت فين هنا؟ لو مستوعب تبقى متأكد وعارف إن اللي بيخش الأوضة دي وبيقعد على الكرسي ده ما ينفعش يكتب. وبعدين عندنا قاعدة هنا بتقول إن الضابط اللي بيحقق معاك لما بيمشي اللي بيجي بعده بيبقى أصعب منه بكتير. أنا بقى آخر واحد خلص. صدقني الكذب مش هيوديك في أي حتة، هتبقى عامل زي اللي بيضرب دماغه في الحيط. بس أنا ما بكذبش، أنا فعلا معرفش أنا هنا ليه. يعني إحنا مثلا كنا نايمين حلمنا بيك، صحينا الصبح جبناك، أنت هنا ليه يا كريم؟ معرفش. شاطر، دي أول حاجة ما تكذبش فيها، لأن أنت فعلا ما تعرفش، لأنك جاهل، جاهل جهل مركب. أنا لسه بتعامل معاك على إنك كنت ظابط، مش عاوز أتعامل معاك على إنك عنصر. أنت تعرف الرائد حسن الكردي، العميد شكري رياض، ملازم أول أحمد وحيد؟ لا يا فندم معرفهمش ومليش بيهم أي علاقة. أنا عارف إنك ما تعرفهمش ومتأكد إن مالكش علاقة بيهم. التلات ظباط دول كانوا من ضمن 118 شهيد ومصاب في أحداث أسيوط يوم 8 أكتوبر سنة 81، استشهدوا وهم بيدافعوا عن مكان خدمتهم وعن بلدهم وعن شرف البدلة اللي هم لابسينها. كتير منهم كانوا صحابي ودفعتي، أنا حافظ أساميهم ضابط ضابط ومجند مجند. كان وقت صعب، كنا بنروح شغلنا واحنا متأكدين ان احنا ممكن ما نرجعش بيوتنا تاني، بس عمرنا ما خفنا ولا خنا القسم ولا البدلة. عشان كده انا عارف انك ما تعرفهمش، لكن تعرف اللي موتوهم. الدكتور بتاعك كان واحد منهم، وما قالكش ولا ايه؟ ما طبعا، ما مش معقول هيقولك كل حاجة. الرجال هذول اتعاونوا مع الطواغيت، واحنا بفضل الله قدرنا ناخدهم اسرى. لو بدكم تثبتوا ولائكم لينا تفضلوا. اعطوهم سلاح. مرحبا برجال، حربنا ضد الطواغيت. هذا شيخنا ابو حذيفه. وبايع امير المؤمنين ابو بكر البغدادي على السمع والطاعه في المنشط والمكره والعسر واليسر. قول له ابعت
كاميرا السر. بيقول لي ابعتها ليه؟ قول له انا اترصدت. لو ما بعتش كلمة السر همشي. دور على اي شاب ماسك تليفونه ومركز فيه ومتوتر. ادي اهو. بعتها فين؟ قول له انت اترصدت. اتحرك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الله يسلمك. أنت عرفت منين؟ أقسم بالله كدت على علي أكتر من مرة ما تجيب السيرة لحد، بس أنت عارف الستات. اخس عليك يا زكريا، أنت ما كنتش عايزني أعرف؟ مفيش حاجة يا نادي، دي طلقة. طلقة؟ أنا كنت هموت من الرعب. ما تخافيش. لسه الأوان ما جاش. بعد الشر عليك. اسمك؟ اسمي ابراهيم. انت عارف انت هنا ليه؟ لا والله ما حد قال لي. انا اقول لك، انت هنا عشان انت وقبيلتك بتعاونوا الجيش المرتد. احنا ما بنعرف مرتدين، احنا بنعاود جيش بلدنا في ظهره. بلدكم اللي بتطردكم من بيوتكم وبتهجركم، من امتى كانت بلدكم؟ بلدنا من زمان، بس اقول لك انت بتعرف ايش بنسوي عندنا في القبيله لما فار يدخل بيوتنا؟ بنفضي البيت كله من العتاد عشان الفار ما يلقى مكان يدار وراه، حينها نعرف نصيده براحتنا. وانتوا الفران اللي لابدين في بيوتنا، والوراد اللي معاشش ومش راضي يطلع، انتوا السبب اللي طلعنا من ديارنا وشتتوا الناس. جاهز. هذا العمل لمن يقولون إننا نقتل من يصلي لنفس القبلة، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الخلل في عقيدتكم، وإنكم أنتم واليهود في خندق واحد، بل إنكم لأشد أعداء الإسلام. فأي مسلم هذا من يقوم بتسليم إخوته للتوحيد؟ فإننا بإذن الله لنحن الباقون. إننا بإذن الله لنحن المنصورون. اركع اركع. ما اركع لغير الله. اركع وانت ما تركع. أعلنت وزارة الداخلية مصر على المسؤول عن الكيانات المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليه بمنطقة البساتين بالقاهرة. وكذلك مصر إخوان آخر يدعى ياسر شحاتة علي رجب، وهو أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال. Thank you.
حوالي العاشرة صباحا أثناء تأديتهم صلاتهم قداس الأحد، فوجئ المصلون في صحن الكنيسة البطرسية المجاورة لمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بانفجار ضخم هز أرجاء كنيستهم، دمر محتوياتها وهشم نوافذها وهدم أجزاء كثيرة من مبانيها. هنا جهاز صغير وهنا علبة صغيرة وهنا شوية متفجرات وهنا شوية مش عارف ايه وهنا شوية اسلحة، كل شيء مكمور في حتة. ده مفجر بيستخدموه في الأحزمة الناسفة. ان انت تقدر تلقى المكان ده واحنا بنتكلم على ايه؟ امال بقى بقية الـ30 فدان ده هنلقى فيه ايه؟ كان في معلومات دقيقة عن المكان، ومن خلال اجهزة الكشف عن المفرعات وكلاب الكشف عن المفرعات قدرنا نحدد اماكن الحاجات دي. البرميل ده حجمه اكبر، ممكن يوصل من 150 ل 200 كيلو تقريبا. احنا في اخر مكان دلوقتي يا فندم، ايه بقى ايه الموقف هنا؟ ده المكان اللي كان مخبيين فيه اجهزه التصنيع. احنا بقى ده جهاز التصنيع اللي بيصنع ماده الاردكس وبيصنع الارسول، ودي مادتين شديدي الحساسيه، شديد الاشتعال وشديد الانفجار. سرعتها الانفجاريه بتوصل ل 8000 متر في الثانيه. شاهلوا يا اخوه، لما المعسكر يقع لازم نصور لحظة رفع العلم، حتى لو ده حصل لدقيقة واحدة، الدقيقة دي لازم تتصور. أكيد بإذن الله. سي فين المجموعات التانية؟ وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا أخوك أبو علي المهاجر. أهلا بك أبو علي، أخوكم أبو سعد الجنوبي. أكيد أنت الأخ أبو عمر. أهلا بك. سمعت كثير عن غزواتكم، وحق لا إله إلا الله إني أشم رائحة النصر. شرف عظيم إن أجاهر بجوار رجال أمثالكم. شرف لينا إحنا يا أبو سعد، شركاء في الجهاد والثواب بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. عربية التمويه في مكانها، مجموعة الغرط اتقدم. العربية دي مش لوحدها ناس. اثبت مكانك، اثبت مكانك، اثبت مكانك. يلا يا اخوة. حرس سلاح، حرس سلاح، حرس سلاح، حرس سلاح، حرس سلاح، حرس سلاح. حرس سلاح.
فين الجثث عشان الدين ايه؟ تفتكر نانسي مات؟ معرفش، انا ما كنتش متوقع ان هما هيقفوا لنا الوقفه دي. الواد وصل لابوه. يا فندم العربية بتتحرك، احنا نتحرك وراها سيادتك. تمام يا دوم عشان هنشيل. يوسف، الواد عمل مكالمة مع واد تاني موجود عندكم. تمام. يا زكريا، بيقول لك في واد لسه في المكان، يا اما هو اللي يفجر يا اما هو اللي يصور. بيبعت اهو يا يوسف. شوف لو في اي حد قدامك معاه تليفون والرجاله وصلت عنده. تمام. الواد ابو جاكيت بني. لا لا لا، قصة حاجة جاي اسمعها بعدين. السلاح ده انت اتدربت عليه في سوريا صح؟ مين بقى اللي علمهولك؟ الدكتور بتاعك اللي مشغلك فوكس في سوريا. انا هنا اتعلمت حاجات تاني زي امن الاتصالات وطرق الرصد. الشقة اللي كنت رايحها فين؟ كل اللي اعرفه ان المفتاح كان متساب في الشقة اللي ما بينها وما بين الاستراحة اللي هيكون فيها الريس، تقريبا 700 متر.
عشان اعرف اضربه بالبندقية. كنا عاملين صندوق اسود عشان ما يعكس، وفي فتحة عشان التصوير والقناصة. يعني هو بالتفصيل عمارة ابو عمه وارض المثلث. يا فندم العنوان معنا بالتفصيل سيادتك، انا هكلم رجالتنا في اسكندريه يتحركوا فورا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اكثر الرؤساء في العالم مطلوب اغتياله. مسكوا واحد من لواء الثوره اللي هو بتاع الاخوان. ايه الحكايه يا ابني، انت جاي منين؟ من هنا لهنا؟ دل على انه في اتنين مأجرين شقة في عمارة قدام استراحة المعمورة. شايف هو كان شايف لغاية فين؟ أخدت دورات إعداد على السلاح الآلي ورصد الأهداف. بعد كده المسؤول لي الحرقي عمار كلفني إن أروح شقة تابعة للحرقة في منطقة المعمورة، ومن هناك أرصد استراحة رئاسة الجمهورية. ووقت تردده واحد من التنظيم هيكون موجود ومعاه بندقية قناصة وهينفذ العملية من الشقة اللي أنا كنت بصور منها الاستراحة. كنا بنستهدف فكرة شخصية مهمة جدا بقاضي فاربيجيه، والثانية كنا بنستهدف رئيس الجمهورية خلال تواجده باستراحة المعمورة بسلاح قناصة. شايفين عضلاتكم الدولاب ده؟ الدولاب ده عملوا فيه خرم وراحوا حاطينه في البلكونة وحطوا فيه الكاميرا علشان أي حد بقى شايفهم هم بيصوروا. اتسطت يا باشا. شاهد يا اسلام. يلا باشا ننزل نتعامل. شاهد يا اسلام. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. تعال الناحية الثانية يا وحيد، ضرب من كل ناحية. اسحب عباسة وغطي مكانه.
فؤاد الهوى، خد ساتر واضرب. اتحرك بالشربة السليمة من ورا عشان نفلت الطريق. اثبتوا يا رجالة، خدوا ساتر، في هاون بتضرب. انا معاك الحق زيدان. غطي يا رامي، غطيني يا شوشة. بيتعاملوا معانا جديد، في مصابين. لا يا فندم، فندم ايه؟ قلب اللي معاك. اثبت. شاهد يا كريم، اشهد ان لا اله الا الله. ما تقتلوش عساكر، سيبوهم يرجعوا يحكوا اللي شافوه. قوم شاور لي على الضباط. ما تعملليش فيها بطل. انت يا ابني مين في دول ظابط؟ ايه فاكره خاين زيك؟ انا بقى ظابط واسم احمد شوش. قتلت بضراوة. احنا لو قعدنا كتير هكا يصطادونا. اخلي Thank you.
عمليات مركزي، عمليات مركزي، مأمورية الوحات. عمليات مركزي، عمليات مركزي. أنا النقيب رامي. عمليات مركزي، عمليات مركزي. أنا النقيب رامي. أنا عطشان. زيدان، زيدان، ده اللي نعرفه لحد دلوقتي، ولسه هنشوف ايه اللي حصل. بس كمية السلاح دي لو كانت نزلت القاهرة كان الدم هيبقى في كل حتة. الله يرحمه، عاشوا شايلين الهم وماتوا رجالة، موتهم فدى ناس كتير جدا. احيانا منع الشر بيبقى له ثمن غالي جدا، ومفيش اغلى من الروح. تعرف يا رامز، انا حضرت كل افراحهم وشلت عيالهم، كل دول كانوا ولادي. أنا راح مني رجالة كلهم أحسن من بعض، بس الشهادة بتختار صاحبها. أنا أول مرة أتكلم كتير أوي كده، ظهر لأنه أول مرة يبقى اللي جوايا أصعب من إني أكتمه. الله يرحمهم، ماتوا أبطال، ربنا يجمعنا بيهم على خير. ضالين تاهوا في العنوة، ملاعين في كل كتاب ما يعرفهم مكان. ضالين حتى يوم الدين، هو اللي صان عرض الوطن زي اللي خان. النور في السماء على ايد اطهر شبابك يا بلد عيبة شهيد. ويعيد وادعي الجدعان رايحين سوا عالجنة، ايد بتشد ايد. وجع الفراق يا حبيبي طعم الصبر، والصبر علم ناسنا تتحمل. حلم الشهيد جوانا حي وحر، عنكم نشيل الحلم ونكمل. الغدر صابكم يا نظر عيني، يا ورد مصر اللي تقطف بدري. نوركم حيفضل ضيوف بيني، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة
في وردنا البلدي. يا أحلى صحبة في وردنا البلدي. الغدر صابكم يا نظر عيني، يا ورد مصر اللي تقطف بدري، نوركم حيفضل ضيوف تبيني. يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي. أكدت وزارة الداخلية المصرية قتل قيادين إرهابي قاد المجموعة التي قتلت 16 شرطياً على طريق الواحات بضربات شنتها القوات الجوية. وأشارت الوزارة إلى أن القيادي المقتول كان ضابطاً سابقاً بالجيش المصري، وأن المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم تم تشكيلها في مدينة درنة الليبية. ثم قامت قوات مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على عنصر إرهابي أجنبي بمعركة الواحات. بيت من بيوت الله. أكثر من 300 ضحية، بينهم نحو 235 شهيداً، هي الحصيلة غير النهائية للمجزرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في هجوم استهدف مسجد قرية الروضة الواقع شرقي مدينة بئر العبد غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. هذا هو الإرهاب أياً كان أدواته وأياً كان التبريرات الفكرية أو الدينية. ثلاثمائة وخمسين شهيد، منهم 27 أطفال، مجزرة. يا قمة الجحود، يقتلوا الناس في بيت ربنا وهم بيصلوا. حتى اللي كان بيحاول يهرب كانوا بيقتلوه بره، كانوا عاوزين يصفوهم كلهم يا فندم. وفي نفس الوقت بيعملوا تفجير في الكنائس، بيقتلوا الناس وهم في بيوت ربنا. هتستغرب ليه؟ لا ليهم لا دين ولا ملة ولا يعرفوا ربنا. زكريا، هتاخد ضابط من مكافحة الإرهاب وتطلع على سيناء علشان تحقيقات مسجد الروضة. تمام يا فندم. يوسف، تشكل مجموعة عمل لتمشيط الظهير الصحراوي علشان نحدد مكان العناصر اللي ضربوا الأوتوبيسات بتاعت إخواننا الأقباط بتاعت دير الأم صمويل. تمام يا فندم. احنا مسكنا معظم العيال اللي كانوا في البقرة، ومن كام شهر واحد فيهم فجر نفسه بحزام ناسك بعد ما حصرناه، بس الحمد لله ما قدرش ياخد حد معاه. الحمد لله. هم العيال اللي فجرت كنيسة العباسية؟ هم كنيسة العباسية، وفي كنيسة في اسكندرية، ده غير كمان كنيسة طنطا. والأوتوبيس اللي كان طالع عند دير الأنبا صمويل، صح؟ بالظبط. حادثة دي صعبة قوي. في حكاوي للناس اللي كانوا في الأوتوبيس دي تقطع القلب. في واحدة فيهم حمت عيالها وحضنتهم، هي ماتت وهم عاشوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت في مأمورية تبع الشغلانية، ما رحتش معاهم. خدت هي الولاد وراحت. أول ما بدأ الضرب رمت نفسها عليهم، فضلت مغطياهم وهي بتاخد الطلقات. ولادي بيقولوا لي إنها كانت بتبص لهم وهي بتضحك عشان تطمنهم. لآخر لحظة في حياتها كانت عايزة تطمنهم. حبيبتي فدتهم بروحها. الله يرحمها يا حسين إليها. بس احنا جبنا حق ماما. حقيقة بيها الحمد لله. شد حيلك يا عماد، ما عزهاش على ربنا بيها، ودي بلدنا ملناش بلد غيرها، مش هنسيبوها ونمشوا. انا بس اللي جاهرني اني كنت مزعلها،
خنقنا مع بعضينا بسبب الشغل، مكنتش عايزين نروح. لو يرجع بيها الزمن كنت روحت معاهم، يمكن كنت اقدر احميها. كله مكتوب همها مات، بيها في حياتك والبركه فيك. حياتك الباقيه بيها. مطولش عليكم انا، يلا حبايبي الإذن بيه. مالك عسكري واقف كده ليه؟ ما تشد نفسك شوية. تمام يا فندم. عربية عينك جابت فطار ولا لسه؟ لسه يا فندم، ما وصلتش. انت بيلك قد ايه لتغيير خدمتك؟ حوالي ساعة يا فندم. شد نفسك كده وانا هجيب لك شوية مية. شكرا يا فندم. انت عامل ايه تعريف؟ انت عامل ايه تعريف من التمرين الميداني؟ انت عامل انت كل ده حتى اثنين. في ناس كثيرة مننا وقعت يا أبا علي. الضرب علينا من كل اتجاه. أخ أبو علي انسحب للعربيات. انسحب انسحب. اثبتوا يا رجالة. حد شعر بالكمين طول ما فينا واحد حي. النهاردة نجحت قوات الشرطة في التصدي لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية. رغم استخدامهم أسلحة ثقيلة وإطلاق قذائف الRPG، لكن قوات الأمن تصدت بقوة، مما أسفر عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية وفرار باقي الأفراد. وتم العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، إضافة إلى 4 أسلحة آلية و30 خزينة آلية و3 أحزمة ناسفة كانت معدة للاستخدام في الهجوم. ما تقلقيش بقى هدوء، دي حاجة بسيطة. ما تقول لها زكريا. ما تقلقيش يا أمي، شوفي أقل من رصاصة دخول وخروج ما بنحسبهاش إصابة. خص عليك يا زكريا، حد يقول الكلام ده؟ ربنا يحفظكوا يا رب. احكي لنا يا علي بقى ايه اللي حصل في الكمين. صحيح، ما تحكي لنا. مش كفايه انك كنت مخبي على انك في سينا؟ انا بصراحه مش فاهم انت ازاي عملت كده.
مش مصدق دي حاجات تستخبى؟ اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اسمعوني يا إخوة، الأرض دي بقت أرضنا، سينا كلها بقت بتاعتنا، سننتصر قريبا وسنحرق بيوت الطواغيت وسنقطع أوصالهم. والله لنثأرنا، والله لنثأرنا، والله لنثأرنا. وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة. انت متأكد يا ابو يزيد؟ اه يا باشا، انا امين الشرطة اللي ماسك المنطقة، اعرفها بالبيت. البيت على اليمين. طب ايه، نطلب دعم ولا ايه؟ المعلومة اللي عندنا ان الواد ده حس بينا وهينافس في اقرب كنيسة. طب معلش يا يوسف بيه، انا هطلع من المدقة وانت اطلع من الناحية التانية نعمل عليه كماشة. تعالى اعمل. طيب دي صورة العمارة، ده المطار، ودي صورة البواب. في عربية هتنتظرنا هناك للتأمين، احنا بقى هنبقى هنا لحد ما ابو صهيب يبلغنا بالوقت بالظبط. بعدها مؤمن هياخد الدوشكا ويطلع فوق الدور الرابع ويركبها بسرعة زي ما اتدرب. صلاح هيكون معاه فوق عشان يساعده. صفوان هياخد العربية ويأمننا في الشارع، وانا هتعامل مع البواب. عدوي هياخد الآلي ويطلع الدور الثالث ويتعامل مع أبراج الحراسة عشان يشتتهم. بعديا صلاح هينزل ياخد العربية ويأمننا بعد ما نتحرك. المعلومات اللي جاية سيادتك بتقول إن الهدف كبير جدا، التحرك ده الهدف منه رئيس الجمهورية. والطائرة الرئاسية هتتحرك الساعة 5 الفجر، محتاجين نوسع محيط التأمين يا فندم. إحنا هننزل على أرض سيادتك مع رجالة المباحث في محيط مطار القاهرة. تمام يا فندم. يوسف نصك مع الأمن العام. يلا هشام. وصلني باسم النزهة. مقدم يوسف الرفاعي، أمن الوطني، مدينة رئيس المباحث. تمام، مع السلامة. مع السلامة يا باشا. ربنا يبارك لك، ابني اتمسك في خناقة وهو مالوش في حاجة، هو مالوش في الخناق. طب ايه؟ ده غلبان. التاني هو اللي ضرب. اهدي يا حاج، ان شاء الله لما ارجع هشوف حكايته ايه، ولو ما عملش حاجة هتاخديه في ايدك وانت مروحة. كتر خيرك يا باشا. بس انا جايبه له اكل، هو ما دقش حاجة من الصبح. عسكري خدها خليها تشوف ابنها وتسيب له الاكل، بس ما تتاخريش جوه يا ماما. حاضر، ربنا يعلي مرتبك يا رب. الدنيا ملبشة، جالنا توجيه من الأمن الوطني بتوسيع دائرة الاشتباه والضبط وتمشيط خط سير ومحيط مطار القاهرة الدولي. ربنا يستر يا رب. يلا سلام عليكم. يلا يا رجالة. على كافة الخدمات والتمركزات الأمنية المتواجدة بنطاق أقسام النزهة مصر الجديدة مدينة نصر، تكثيف المروان وفحص كافة التحركات، مع التأكيد على توسيع نطاق التأمين بمحيط مطار القاهرة الجوي لأضعاف الكيلومترات المحددة والإخطار الفوري لأي الملاحظات في حينه. شوف لي العربية اللي واقفة هناك دي وهات لي بطايق والرخص بتاعت العربية. تمام استقبال، مع التأكيد على استئناف المرور وتوسيع محيط التأمين بمحور المطار. صح تمام يا فندم، المرور بمحور العروبة ومن عدم وجود أي ملاحظات. عمليات إدارة البحث. عمليات إدارة البحث، وتفضل ابدأ الإشارة. استنى،
خش على العربيتين دولك نشوفهم راكنين ليه. في ميكروباص امن داخل علينا. شايفينه؟ جاويش اتعامل معاهم. يا ام عمر عامله ايه يا حبيبتي؟ وانت طيبه يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. يا ست العساكر هنا كلهم بيدعوا لك، قالوا الاكل كله ما سابوليش انا حاجه شخصيه. يا ستي ما تقلقيش عليا، انا راجع لك قريب. يلا خلي بالك من نفسك. يا سمير بيه تعال عمليات في تعامل شديد علينا على كاميرين بطل 14 وبعدولنا ده اضرب في اتجاه الضرب اضرب في اتجاه الضرب المصاب ابعتوا لنا دعم يا جدعان، طقوا السرير علينا كلنا.
انتوا السريع علينا كلنا يا جدعان. اضبط يا ابوكي، الدعم دخل عليك من ناحيتين، دودك مخبي 80% فاضي هدي عندك. قاضي 10 مركزي معاك منزلاوي قاضي، الدعم اتحرك من التحليم على الدايري بس عمال يضرب بدلات في اتجاه الخليل. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ان محمدا رسول الله. بيتدرب عليا يا اربيجي. خليك في التجهيزه بتاعتك، في الدوش بتاعتك. دوت التامين يا سمير، غرب للسمير. عمو في طلاقه، طلاقه نقطه بتتضرب، في طلاقه نقطه بتتضرب، والدعم بيتحرك لك عمال توقف بس عليه طلاقه طلاقه. انا معايا عسكري مات. انا بيني وبين اللي على 40 متر يا منزلاوي، بيني وبين اللي على 40 متر وذاكرتي خلصت يا منزلاوي. تعالالي ياض، تعالالي خدني ياض لو تعرف. اضبط يا ابوكي، الدعم دخل عليك من ناحيتين، جودك نصب 80% فاضي هدي عندك، بطل 13 و15 على المدفع، خرب كل الحته والمنطقه الجبليه اللي بينك وبين بطل 17 اضرب في اتجاه، وبطل 15 اضرب في اتجاه. اضرب اي حته في المنطقه الجبليه، بلاش اتجاه كبير عشان ما وقعش حد معاك. انا محمد رسول. يوم الهيل يوم الهيل، عمر القاضي راح شهيد، عمر القاضي راح شهيد، طب شوف حركه ام شهيد، سمع الصوت بيقول ويعيد، سمع الصوت بيقول ويعيد، دكتو غرب للكامل، دكتو غرب للكامل. يوم العيد يوم العيد، عمر القاضي راح شاهد، عمر القاضي راح شاهد، طب شوف حركة أم شهيد، طب شوف حركة أم شهيد، سمع الصوت بيقول ويعيد. Thank you.
ازيك يا استاذ محمد، نورت القطاع. نور بيك يا باشا. اتفضل اتفضل. تشرب يا استاذ محمد. شكرا يا باشا، شكرا. انا بس ممكن اعرف انا هنا ليه؟ ما تقلقش، مش كل اللي بيجي هنا بيبقى عامل حاجه. انا بس حبيت اقابلك بنفسي عشان اعزيك في بنتك، واقول لك ان انا جبنا حقك من اللي عمله كده. حقي من مين يا باشا؟ من اللي حطوا العبوه في الطريق وتسببوا في موت بنتك يا استاذ محمد. ماشي ماشي ماشي. استنى بس استنى. راح فين؟ ماشي يا باشا، مش سيادتك عملت الواجب وعزتني في بنتي؟ طب اقعد من فضلك اقعد. انا بقدر جدا اللي انت حاسس بيه، بس يعني كنت متخيل انك ممكن ترتاح لما اقول لك ان انا جبنا حقك. وهو يعني رجوع الحق بيعوض اللي راح؟ هيرجع لي بنتي اللي ماتت، ولا هيرجع ضحكتها تاني نسمعها في البيت، ولا هيخلي امها اللي بتعيط كل ليله قبل ما تنام تبطل عياط؟ لا مش هرجعها، بس ممكن بس يطفي ناركم شويه. لو عرفت ان العمل كده جاب وهيتحاسب. اللي عمله مفيش حساب هيعوضه. انت عندك ولاد يا باشا؟ بنات. ربنا يخليهم لك. عارف أحلى إحساس بتحسه البنت وهي مع أبوها إيه؟ الأمان. يوميها كانت بنتي ماسكة إيدي وماشيين في الشارع مبسوطة فرحانة، لحد ما حصل اللي حصل. ساعات بقعد ألوم نفسي وأقول ما كنتش أنا مديتهاش الأمان، ما حضنتهاش وفادتها بروحي. بس انا اتفاجئت باللي حصل. كنت رايح السجل المدني، بس احنا عيله ملهاش علاقه خالص بالاقسام. احنا يا بنطلع شهاده وفاه يا بنطلع شهاده ميلاد. احنا ناس عاديين ماشيين جنب الحيطه لحد الحيطة ما وقعت علينا وموتت بنتي، وهي ملهاش ذنب. دي حرب، والحرب ما فيهاش حياة، لأن الحرب بتقول الكل. أنا أب وحاسس بيك جدا، وعارف إن مفيش أي حاجة تعوض الضنا، لأن مفيش أغلى منه. ربنا يصبركم. أنا كل اللي عايزك تبقى متأكد منه يا أستاذ محمد، إن اللي عمل كده هيدفع تمن ده غالي جدا جدا. ماشي. ماشي. أنا اتشرفت يا أستاذ محمد. شكرا. السلام عليكم. باشا أنت هتشوف اللي عمله كده في بنتي. أكيد. دي آخر صورة بنتي اتصورتها، عايزك توريها لهم يا باشا. خليهم يشوفوها، يشوفوا البنت اللي موتوها، عشان لو جات لحد في منامه تعاتبه ولا حاجة يبقى حافظ شكلها كويس. حاضر. خليك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.
شركتها عقيد، يا ريت تستعرض المعلومات اللي عندك. ظبطنا عنصر مسلح سيادتك، لقينا في بيته مواتير لعب اطفال كتير ومقاومات. من التحقيق قدرنا نتوصل للمقاومات دي عشان تطوير الطيارات الدرون عشان تشيل عبوات متفجره. العنصر بيتعامل مع عنصر تاني عن طريق تليجرام، فكنا محتاجين نساعدكم نحدد صاحب المعرف اللي بره ونطاق تواجده. بس عنصر الوقت مش في صالحنا يا سيد سيف. ما تقلقش يا زكريا بيه، احنا اول لما اللواء حسين بلغنا استدعينا افضل الضباط المتخصصين. استاذنك في التليفون يا فندم، هشتغل عليه ونحدده. المعرف بعت لتليفون العنصر اللي عندنا العمليه في الاستاد. طب الاستاد النهارده مليان على الاخر، ده غير الفرق التانيه والوفود اللي جايه معاهم مليان الاوتيلات والشوارع. احنا مقدرين حساسيه الموقف. انا خلاص حطيت الطياره في العربيه وكل حاجه تمام، بس نرجع تاني. انت هتدخل الاستاد واول ما الراجل يوصل هتبلغنا. حرك الطياره، ولما الطياره هتبقى فوق الاستاد هبلغك. تتصل على رقم العبوه الناسفه في نفس اللحظه. توكلنا على الله. المهم انت نظف الشقه دلوقتي وانزل بعدين على طول. يلا عشان ما اتاخرش. تمام، ربنا معانا. واضح في الفترة الأخيرة إن الجماعة بدأت ترفع سقف عملياتها. أكيد يا فندم، عشان تثبت تواجدها بعد الضربات الأمنية الأخيرة اللي توجهت ليها. ده غير إن هم حاسين إن الفترة الأخيرة معظم عملياتهم فشلت، وده مخليهم عايزين يعملوا عمليات كبيرة ومن غير أي حسابات سيادتك. هو طبيعي، لازم يبينوا للي مشغلينهم من بره إن هم لسه على الأرض عشان التمويل ما يتقطعش. هم ياكلوا عيش منين؟ السقف ده يتهد على دماغهم سيادتك. وبعدين إحنا التنسيق ما بيننا في الفترة الأخيرة محقق نتائج كويسة جدا. ودينا جبنا شمع شماوي. الناس دي لو في اخر الدنيا احنا ايدينا طايلاها. افندم بعد اذن حضرتك، احنا وصلنا للمعرف. الحمد لله. ايه يا افندم، حددنا شخصيه المعرف ونطاق وجوده سيادتك. قادم مأمورية، تمام تجهيز كل نقط المراقبة. تمام، تم تحديد المكان. يوسف بيه، احنا حددنا المكان، ابعت لك الاحتساب دلوقتي. استاذك بس نستنى نجهز عشان تأمين شرائك الخدعية. مفيش وقت عشان حياة الناس، أنا قريب من المكان. بقيت زمايلك. يلا التليفون ده مقفول. افتح افتح. هو ده التليفون اللي عليه المعرف اللي بعت المسج. رامز في العربية، الداتا اللي على الكاميرا اديله كمان شوية. هشام وصل فين؟ يمشط المكان بره هو الرجالة. المعلومة بتقول ان في اتنين، واحد بره معاه الطيارة وواحد هنا مع الريموت. هو اللي هيفجر. الواد ده تذكرته في الدرجة التانية. هنلاقيه حتى لو وصل 100,000. هنلاقيه يا يوسف. يا
بنت شايفه علي مبسوط ازاي؟ فرحان يا علي؟ فرحان قوي يا بابا. هو احنا هنشوف محمد صلاح من هنا؟ هتشوف صلاح وتريزيجيه والنني كلهم. طب ممكن بقى بابا تاخدني بسرعه عشان ابقى اوريها لاصحابي؟ اه طبعا يلا بينا. وصلت لإيه؟ أيوة زكريا بيه، بوابة 15، هبعت لك شكله بالظبط ساعة دخول الاستاد من الكاميرات. مع السلامة. أنا إذنك يا كابتن بس المكان بتاعي. تقعد هنا يا كابتن الكرسيه هتشوف احسن. ازيك يا بسام؟ تعبان من غير ما حد يحس بحاجه. امشي عادي امشي عادي. من الواد الثاني انا انزل. ده الواد اللي بره. بعت له خليه يجهز طيارة. ازاي يعني؟ دي فيها عبوات. لو ما اتحركش مش هنعرف نلقطه. وجهز معاه مفجر تاني. هتبقى كارثة. ايه مفتاح الشات؟ انت 5300. ايوه عشان انا جبت لك مكان العربيه. تمام يا زكريا تمام. الحمد لله والشكر لله. تمام يا رجال. ان شاء الله عمرهم ما هيكسروا فرحتنا. واللي سطر اللي فات يستر اللي جاي. اديني يا سيدي كملت لك الالبوم. ده محمد عيد الله يرحمه صح؟ الله يرحمه. استشهد تحت بيته. تعرف ان عيد هو صاحب المعلومه بتاعت اسماعيليه بتاعت الجرار. باشا الواد معايا في مكتب التحقيقات. لا تحقيقات ايه؟ انت شوف معانا الماتش. تمام ساعتك. بص يا اخي الناس فرحانه ازاي؟ لو ما جالهمش الا في اكتر حاجه بيحبوها كوره. تخيل لو لا قدر الله ما كناش لحقنا. الحمد لله ربنا ستر. اقعد هنا. منتخب
عاوز تموت مو صلاح؟ انت عارف ده بكام؟ حتى اللي مشغلينه كانوا هيزعلوا. تمام تمام تمام. مساء الخير يا معالي الوزير. فندم جات لنا معلومات مؤكده ان محمود عزت متواجد في فيلا بالتجمع الخامس. وده عكس اللي كان التنظيم بيروجه ان هو خارج البلاد عشان يتفادوا المتابعه. بس خلوا بالكم، محمود عزت من زمان وامنيته عاليه جدا والتنظيم بيخاف عليه جدا. يا فندم احنا قدرنا نوصل لمسؤول التامين الخاص بيه ومن خلاله قدرنا نحدد مكانه. توكلوا على الله ورتبوا المأمورية كويس جدا وبلغوني بالنتائج. النهارده وفي ضربه قويه جدا للاجهزه الامنيه تم القبض على محمود عزت. حرام عليكم، بتعملوا في ابني كده ليه؟ حرام عليكم. افتح الشنطه، افتح الشنطه. ما عملش حاجه، ده غلبان وكان لسه راجع من شغله. حرام عليكم. في ايه؟ في ايه يا شيخ؟ في ايه؟ ده كتب عاديه على فكره. وبعدين هو حرام احنا نقرا كتاب بيتكلم عن ربنا؟ السلاح ده، السلاح ده بتاع مين يا هشام؟ يا لهوي يا ابني هيتل يا هشام. في شهر 11/2018 سافرت اسوان وهناك قابلت المهرب اسمه زبير، خدني انا ومجموعه من الشباب عدى بينا الحدود عن طريق الضروب الجبلية والصحراوية. قابلنا الحركي أبو صهيب مسؤول التدريب العسكري وبعض الأفراد الموجودين معاه. دربونا على عدة أنواع من الأسلحة من ضمنها سلاح الدشك التقيل، وإننا نفكه ونطلع بيه الدور الرابع في مدة لا تتجاوز الثلاث دقايق، واللي كان هيضرب بالسلاح الحركي مؤمن. أول شهر 4/2019 بلغني مسؤولي أبو صهيب إن هقابل حد هياخدني يوديني شقة هيتم التجهيز فيها العملية. جالنا ملف العملية اللي عرفنا بعد كده إن هيتم استهداف طيارة الرئاسة في مطار القاهرة الدولي من خلال برج سكني من الدور الرابع بالقرب من المطار. وكان المسؤول عن الاستهداف الحركي مؤمن. نزلنا من الشقة قبل الفجر، اتحركنا بالقرب من المطار. وجاي معلومة إن في عمليات ممكن تحصل اليومين دول. طبعا كنا واخدين شارع طه حسين بطريق المطار تمشيط، فاحنا بنمر اشتبهت في عربيه ركنه على يمين جنب السور، فلفينا تاني بالميكروباز عكس، كان الطريق فاضي، كنا الساعه 4 الفجر. واثناء انتظارنا عدى ميكروباز مباحث فقطع علينا الطريق. لما وصلنا قدام العربيه كده وفتحنا البيبان وبننزل، ولقيته نازل في ايده بندقيه كده. طبعا كان ماجد بيه قدامي هو اللي استشهد الاول. نزل الحركي بطاطا ونزل الحركي مازن، اشتبكوا مع الميكروباز، واثناء الاشتباك وقعت الشنطه من الحركي صالح. استشهد في الواقعه الرائد ماجد عبد الرازق وسواق العربيه. هم نازلين يعملوا عمليه، هم نازلين لحاجه كبيره، يعني ما ممكنش نازلين لنا احنا مخصوص. تقدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مشيع الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق من قوة مديرية أمن القاهرة. طالب ضابط عاطف وائل طحون لأجل الشهيد البطل العميد وائل طحون مفتش مباحث الأمن العام، زوج أختي الشهيد البطل الرائد ماجد عبد الرازق معاهم مباحث اسم شرطة النزهة. والدي وزوج أختي قدموا حياتهم فداء لمصر واصبحوا بالنسبه لي المثل والقدوه، علشان كده انا اصريت ان اكمل مسيرتهم وادخل كليه الشرطه واصنع رجال علشان اكون امتداد الابطال في تحمل مسؤوليه امن مصر.
محمد هو المسؤول والشاهد الرئيسي عن ملف قضية التخابر لجماعة الإخوان الإرهابية. محمد كان دايماً بيقول لي إن دي قضية أمن قومي ودي قضية خيانة عظمى. كان بيقعد كتير يحكي لنا إزاي هيبدأ الشهادة وإيه الآية القرآنية اللي هيبدأ بيها والشهادة هتكون عاملة إزاي وإن هي هتكون قوية جداً وإن هو هيحمي بيها البلد. محمد كان المفروض اليوم ده كان يوم الحد، كان المفروض إن اليوم ده كان يوم الأجازة بتاعته. كان نازل ساعتها الساعة 9 إلا تلت تقريباً من البيت، وبعدين على الساعة 12 كلمت محمد ما ردش عليا، كلمته تاني ما ردش عليا، كلمت مرة تالتة رد عليا صوت حد تاني يعني، فلقيته بيقول لي أنا هكلم حضرتك تاني، هكلم حضرتك تاني. قلت له هو محمد فين؟ هو محمد حصل له حاجة؟ لماذا قتل محمد مبروك ومن قاتلوه؟ بدأت كما ذكرنا عندما كلف محمد علي عفيفي شقيق دربه محمد بكري هارون بجمع معلومات عن ضباط قطاع الأمن الوطني تشمل العناوين، فتوجه بكري لمن يعرف كل الضباط، محمد أويس محمد، حيث أرشد إرهابيين على خط سير مبروك ورقمه الكودي ومحل إقامته، وذلك ليسهل عليهم اختيال. تم استجوابه لمدة 16 ساعة كاملة. تحريات الأمن الوطني أكدت أنه هو متورط. عرفوا مين اللي خان مبروك؟ عرفوا مين الضابط اللي خان مبروك؟ أنه كان في قسم المرور، إزاي خانه وباعه؟ إزاي خد مبلغ عشان يبيع روحه؟ وجهت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري ضربة أمنية قاسمة استهدفت أخطر البؤر الإرهابية المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الخطرة من جماعة أنصار بيت المقدس من أحد ورش تصنيع الأخشاب بقرية عرب شركس بمركز قليوب مكاناً لاختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية وانطلاقها لارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية. كانوا هم مأجرين مخزن من أحد عائلات القرية، كانوا مأجرين المخزن أكنه مخزن خشب. من الساعة 1 بالليل بدأ ضرب النار لغاية الساعة 2-3-4، حيث دارت مواجهة شرسة دامت لعدة ساعات مع عناصر البؤرة الإرهابية استخدم فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة والأسلحة الناسفة ضد القوات، زائد الأحزمة الناسفة اللي هم عصروا عليها والكنابل والبنادق الآلية. كان في ترسانة أسلحة جوه في قلب المخزن، والحمد لله ربنا أكرم القرية إن الضباط قاموا باحترافية جامدة قوي قوي قوي، عشان كان في براميل أكتر من 32 برميل مادة بسيط اللي هي شديدة الانفجار دي، لو كان جه طلقة بس في برميل منهم كان دمرت المنطقة كلها. وقد أسفرت تلك المواجهات عن مصرع 6 وضبط 7 من العناصر الإرهابية، واستشهد خلال تلك المواجهات العميد ماجد أحمد إبراهيم والعقيد ماجد أحمد كمال. اسمي جمال زكي عبد الرحيم سعد، مواليد 28/3/1988، انضمت لجماعة أجناد مصر ومسؤولها همام عطيب. الهدف الجماعة استهداف قوات الجيش والشرطة عن طريق الاغتيال بعبوات متفجرة. أنا ساكنة قدام اسم الطلبية على طول، فكان في شنطة يعني كيس أسود محطوط على الأرض، اكتشفها عامل في البنزينة، طلع بص كده لأن يعني ما بتتحركش، فراح قال الاسم كده ان هو في حاجه شافها، يعني الكلب بتاع الحراسه دخل شم يعني بدا ان هو بيشمشم حواليها ان هي لا في فعلا حاجه. اسم شرطه الطلبيه كان بلال وهمام ووليد وسيف وانا. جت العربيه بتاعت المفرقعات والضابط ضياء لبس البدله الواقيه، طبعا قبليها طبعا بص برده ناحيتنا اللي هي نظرة حسناها ان هي كانت نظرة اخيرة يعني قبل ما يدخل على القنبلة.
راح ناحيه القنبله، وبعدين جابوا برضو اللي هو جهاز التشويش اللي بيتحط، اللي هو لو ممكن مثلا لو هي بموبايل او حاجه فيعني يشوشوا على الشبكات. اخر حاجه بالنسبه له ان هو لازم يرفعها من على الارض. اول ما اترفعت من على الارض وشام من عليها الكيس انفجرت. استشهد ضابط مفرقعات اثناء ابطال مفعوله لعبوه محليه الصنع، وذلك بشارع الهرم في محافظه الجيزه بعد نفق الهرم بقليل. صنع لنا المتفجرات حمام عطيه كان بيديها لنا نحطها في شكل مرور او جنب الكمين. انفجار اخر ايمن، حمام حمام انفجار اخر على الهواء. عند تجمع الضباط في جامعه القاهره كان بلال واحمد وعبد الله، كمين عبود اللي قام بيه بلال وناس من الجماعه، وكمين سواح بلال وناس من الجماعه، ونقطه مرور المحور كان بلال وناس من الجماعه. نصلي الفجر وصلى الضحى 12 ركعه، قنبلتين انا شايلها على ايدي، دمه دمه. نجحت أجهزة الأمن اليوم في تصفية الإرهابي همام محمد أحمد عطية. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اتخاذ الإرهابي الهارب من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم وكرا للاختباء به. كنا بنأيد حازم صلاح أبو إسماعيل، وبعد كده أيدنا محمد مرسي، وفي أواخر 2015 بدأ يكلمنا مهاب مصطفى قاسم في افكار تنظيم الدوله الاسلاميه. وفي الوقت دوت ابتدى مهاب يجيب لنا افكار الدوله الاسلاميه ويعرفنا بيها. هو كده داخل على البوابه، حاول يتعدى البوابه من الجنب بتاع الامن رجعه، وقام داخل من على البوابه قال له زمرت البوابه عليه، رجع قام فكر نفسه. هب لمتابعة الصور الأولى واللقطات الأولى لحادث التفجير الذي وقع أمام الكنيسة المرقسية. البابا تودروس متواجد في مدينة الإسكندرية لحضور أسبوع الآلام. في فوجئ المصلون في صحن الكنيسة البطرسية المجاورة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بانفجار ضخم، أكثر من 25 شخصا فاضت أرواحهم، وقرب 50 أصيبوا إصابات بالغة. لكن ده هيزودنا محبة لوطننا ومحبة لإخواتنا المسلمين. تمام، فهموا الناس كده، وإخواتنا المسلمين مش هم دول اللي بيعملوا كده بالظبط، ده المؤامرات الخارجية هي اللي بتعمل ضدنا. كلامي مفهوم؟ مفهوم يا ابونا، كلموا كل الناس كده. وبعد تفجير الكنيسة البطرسية الأمن نزل قبض على رامي محمد عبد الحميد ومحسن أخو مهاب مصطفى قاسم، وأنا هربت وكنت سايب شنطة فيها فروض وعبوات مع واحد صاحبي اسمه سعيد أحمد مفتاح. طبعا لما نحن كان عندنا 5 افراد وعاوزين ينضموا لتنظيم الدوله، حصلت اختلافات في المعسكر. كان حاول الشيخ حاتم امتناءهم على الفكر، حاول اقناعهم ان تنظيم الدوله من الخوارج. كان في بؤره ارهابيه باسلحه وعتاد تقيل بتتمركز في هذه المنطقه، وهدفهم ان ينزلوا على الجيزه و6 اكتوبر. قرر الشيخ حاتم الرجوع الى مصر، وكان الهدف من الرجوع هو لإقامة معسكر في صحراء مصر وبعدها تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة في مصر، وبعدين إقامة خلافة حكم إسلامي، وبعدين إقامة خلافة إسلامية في مصر. الولاد هم اللي تحركوا بشجاعة من الأمن الوطني والعمليات الخاصة، ولما تفاجئوا بالأسلحة دي كلها ما خافوش. حركنا يوم الجمعة المأمورية الفجر، مشينا من الفجر تقريبا لحد الظهر واحنا ماشيين في الصحراء عشان نوصل لمكان البؤرة الإرهابية دي. لحد الساعة 12 الظهر تقريبا بالظبط دخلنا في وادي اسمه وادي الحيتان، فبقينا جبل في الوش، جبل يمين جبل شمال، احنا في النص بدأ وبدأ التعامل علينا. 2011 كانت بداية رسالته، ابتدى ان هو خلاص ما بيشوفش حاجة قدامه غير حبيبته واحدة بس، مصر طبعا. يوم ما منسي استشهد
محمد دخل ومن ساعتها محمد اختلف، ابتدى يحضرني ان هو خلاص عايز تشهد وان هو مش شايف قدامه غير ان هو هيحارب الارهاب لاخر وقت. كان من اكبر العبارات اللي كان يقولها لي اقول له يا محمد انا خايفه عليك، ويقول لي سيبيني اعرف اعمل لاولادي بلد يعيشوا فيها بامان هم واصحابهم. قبل الصبح صلى الفجر وقال لي طلع، انا طالع ماموريه. عينيه وهو ماشي بيحسسني بيقول لي من غير كلام اوعى تزعل لو ما رجعتش. عينيك اللي بتقول الكلام ده. كان اول شهيد رحمه الله عليه الرائد اسلام مشهور، ده قذيفه ارباجي تقريبا يعني عدت في جنب من بطنه، وهي بتعدي طبعا هو مش حاسس يعني سبحان الله روحه ما مش حاسه بحاجه. فكان بيكلم قائد المأموريه بيقول له يا فندم انت مصاب عليك دم. قال له لا يا اسلام استشهد يا حبيبي انت اللي مصاب. فبص لاصابته وبص لقائد المأموريه وابتسم كده وقال له كمل انت يا فندم. المأموريه كانت يوم جمعه موافق 20/10، وهو مشي من عندي اخر مره يوم التلات على انه كان راجع الاربع. انا فاكره كان خارج من عندي ويوصل للاسانسير ويرجع تاني يبص راسي، كنت بحس انه هو نازل ونظرات عينيه كانت بيعايز يوصل لي رساله ان انا ممكن ما ارجعش عليكي بس مش قادر يقولها لي. الساعه 6 لقيت صحابي داخلين عليا قالوا لي محمد في مأموريه واتصاب. صليت ساعتها وقعدت ادعي ربنا ان هو يكون عايش، ما كنتش عايزه حاجه من الدنيا غير ان هو يعيش. طبعا انا كنت اخر واحده تقريبا عرفت بالحادثه. في عمليه وتمت مداهمه الارهابيين لظباطنا في الواحات وان في استشهاد عدد كبير واصابه النقيب زيدان. فطبعا انا ما كنتش عارفه ان زيدان ده يقصده بيه احمد ابني. مش عايزه اقول الشعور كان جوايا ايه، بقيت اقول لهم والله انا مش هعمل اي حاجه بس لو هو ابني قولوا لي، لو زيدان ده احمد قولوا لي ايه اللي جرى بالظبط، انا عايزه اطمن عليه مش اكتر. يعني البطل النقيب احمد زيدان تم بتر رجله بقذيفه ارباجيه، وبرده كان يعني برجل واحده وبينزف وبيحارب. احنا في روح ان احنا في روح حرب، انت مش هتسيب سلاحك، انت سبت سلاحك انت ميت، انت بتدافع باستماته، يا اما تمشي وتخلي المكان يا اما تواجه. فكان القرار ان احنا هنواجه يعني ما من عند ربنا، احنا مش هنسيبه الارض دي. المأموريه ان يكون في اول شهيد فيها اسمه اسلام واخر شهيد اسمه بطرس. ايه العظمه بتاعت مصر دي؟ احنا قعدنا حوالي 4 ساعات نضرب على بعض لاخر طلقه. ف بقول له يا ابو شوشه احنا الذخيره خلصت هنعمل ايه؟ قال لي هنعمل ايه يا نادر، انا معاك وانا سبتك. اخر طلقه خلصت مننا، الاسلحه كلها خلاص ما عادش معانا ولا طلقه. نزل علينا ارهابي، اول حاجه جت عينيهم عليها النقيب احمد شوشه، ده لحظه استشهاده بقى. انا وهو جنب بعض مصابين، قال له انت قتلتنا لحد اخر نفس، قتلتنا بضراوه. طبعا هم شافوه في المأموريه عمل خسائر منهم، حركته كان متدرب كويس، كان حد مقاتل، فبالنسبه لهم عمل لهم خسائر، فكان لازم قصاد الخسائر ان هم يقتلوا. هم واقفين على الارض قدامنا واحنا مصابين، هم خايفين، كان في استعجال، يلا يلا لم امشي هنعمل هنخلي، في خوف. انا اتكلمت معاهم قلت لهم على فكره احنا الدعم جاي ورانا والطيران جاي ورانا. هذا العمل الارهابي الآثم يزيدنا صلابه ويزيدنا قوه ويزيدنا اراده في ان احنا نقف ونتصدى. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا، سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. نحن سمعنا صوت صاروخ نحسبوه عربيات، فخرجنا من العربية وفي ناس كده في العربية، فتفاجأنا بأن صاروخ أدى لتفجير شديد اللي قتلوا أغلبية الأخوة، يعني قتلوا الأخوة جميعا. حاتم طبعا حاتم قتل في القصف الثانية. آن الأوان أن نترحم على شهدائنا القوات المسلحة المصرية عندما تعي التفي. شكرا للمخابرات العامة المصرية، شكرا لرجال المخابرات العامة المصرية، شكرا لكل من ساهم في هذه العملية. نشاط الصفحات دي طبعا بينصب في الأساس لإبراز سلبيات النظام وضخ الأخبار اللي تؤثر على شعبيته في الشارع، اللي من شأنها تثوير المجتمع ورفع حالة الغضب داخل المجتمع بشكل عام. هننزل بعدد كبير من التغريدات،
هتزود عدد التفاعل وهتخلي المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يلاقي في ناس كتير جدا جدا بتتكلم عن نفس الموضوع، فيدي صورة وهالة كبيرة ان هذا الموضوع يبدأ الكل يتابع هذا، فتصنع الحدث، تصنع هالة حول موضوع معين، فكل الناس تبدأ تتابعه وتتكلم فيه. ان احنا نحمل السلاح لحماية المظاهرات. لما بدأ الناس تتجه لأكل واستخدام الرشاش لحماية المظاهرات، فجرنا اسم، ضربنا كذا، حرقنا كذا، رد فعل الأمن بيبقى قوي. نمر بهذا المنحدر بتاع الجماعة اللي وصلنا ليه ويبقى عندنا أمل حتى لو بعد 100 سنة. حتى النجاح بالنسبة لي إن أنا أرجع إلى حالي، ما أبرز. إحنا مش هنسمح تاني، بقولك، إن حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. ومحدش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى أبدا هيقدر ينال منها مهما كانت قوته ومهما كان حجمه. وبسمع الدنيا كلها، ما احنا مهمتنا ايه؟ وقت الحساب بالنبتة ده والحق جاي خلاص، فاكر انها عدت واتنسيت وان اللي راحوا رخاص، دوبنا بجحور والموت حضر قلب الكلام لرصاص، زلزل ودمر حلمكم هد الجحور عرّاص. الله أكبر، حل بقى على كل حد جبان، رجال جابوا الحق كانوا نار ولا البركان، قالوا علينا ان احنا أضعف منهم لكن شافوا الأسود زي الوحوش وقت الغضب بالدان. الله أكبر، حل بقى على كل حد جبان، رجال جابوا الحق كانوا نار ولا البركان، قالوا علينا ان احنا أضعف منهم لكن شافوا الأسود زي الوحوش وقت الغضب بالدان. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.